بخصوص مقابلة المنتخب الوطني اللي راح تجمعه مع فريق غينيا الاستوائية يوم الأحد إن شاء الله، نظن أنه بالماضي راح يقوم بكافة الإجراءات والتغييرات اللازمة اللي راح تساعد المنتخب الوطني باش يفوز بهذه المقابلة. هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل في كل مكان في كل بيت في كل شبر من ربع هذا الوطن الحبيب، نحييكم ونرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم في قلبي الكان، هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما وأبدا عبر قناة الهداف ليحدثكم عن كرة القدم الإفريقية بكل احترافية وموضوعية وشفافية. هذه هي الثلاثية السحرية التي نؤمن بها ونعمل بها في مجال الصحافة والإعلام. معنا ضيوف أفاضل يشرفوننا بحضورهم معنا في هذا البلاطو، يتقدمهم علي بن شيخ لاعب دولي السابق محلل قناة الهداف، أهلا وسهلا بك بن شيخ. السلام عليكم زلف لون. معنا أيضا لاعب دولي السابق الخلوق الأنيق المتألق عمار عمور محلل قناة الهداف، أهلا وسهلا بك عمار. أهلا بك محمد بزملاء الكرام بضيوف الكرام. ومعنا أيضا الصحفي المحبوب نور الدين بالكبير أو ميدو، اهلا وسهلا بك ميدو. اهلا بك زميلي عز الفلاون، اهلا بك زميلي محمد، اهلا بعمار عمور وعلي بن شيخ. علي بن شيخ عندي واحد العام ما زدتش معك بلاطه. اللي تقسل علينا خلاص. لا شويه انتم ما حبيتوش تهلاو فيه باش نجوزوا معهم احنا. اهلا وسهلا بكم اذا محللينا واعلاميين الافاضل المشاهدية الاكارم، هذا الجزء الاول وهؤلاء هم الضيوف، اما في الجزء الثاني فسيكون معنا ضيوف جدد يشاهدون حاليا مباراة مصر مع غينيا بيساو، إنهما الإعلامي المصري حمدي شجيع والزميل الصحفي الناقد الرياضي محمد لمين بن شبير. إذن كما تشاهدون هما يتابعان أحداث مباراة مصر وغينيا بيساو وسيلتحقان بنا في الجزء الثاني من هذا البرنامج. إذن مشاهدي الأفاضل في الجزء الأول سنتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري وعن حظوظه في المباراة الثانية أمام غينيا الاستوائية غدا بحول الله بداية من الساعة 8 ليلا بملعب جابوما بمدينتكم، عن كرة القدم الإفريقية بكل احترافية وموضوعية وشفافية. هذه هي الثلاثية السحرية التي نؤمن بها ونعمل بها في مجال الصحافة والإعلام. معنا ضيوف أفاضل يشرفوننا بحضورهم معنا في هذا البلاطو، يتقدمهم علي بن شيخ لاعب دولي السابق محلل قناة الهداف، أهلا وسهلا بك بن شيخ. السلام عليكم زلف لون. معنا أيضا لاعب دولي السابق الخلوق الأنيق المتألق عمار عمور محلل قناة الهداف، أهلا وسهلا بك عمار. أهلا بك محمد بزملاء الكرام بضيوف الكرام.
ومعنا أيضا الصحفي المحبوب نور الدين بالكبير يابسة، وسيلتحقان بنا في الجزء الثاني من هذا البرنامج. إذن مشاهدي الأفاضل، في الجزء الأول سنتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري وعن حظوظه في المباراة الثانية أمام غينيا الاستوائية غدا بحول الله بداية من الساعة 8 ليلا بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية. سنتحدث عن المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الناخب الوطني جمال بالماضي، تحدث فيه عن الكثير من الأمور. سنحدثكم أيضا عن مباريات اليوم. نيجيريا فازت على السودان 3-1 وتأهلت رسميا إلى الدور الثمن النهائي، كما سنحدثكم عن مباريات الغد، خاصة المباراة التي تهمنا إلى جانب مباراة المنتخب الجزائري، وهي مباراة كوت ديفوار وسيراليون. إذن ابقوا معنا، ستتسمرون إن شاء الله ساعتين أمام شاشات التلفزيون من أجل متابعة هذه الحلقة الشيقة. اهلا وسهلا بكم مشاهدي الافاضل من جديد. اذا نبدا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم جمال بالماضي رفقه ظهير الايمن للمنتخب الوطني يوسف عطال، وتحدث فيه عن الكثير من الامور. حاولنا ان ناخذ ابرز ما اشار اليه الكوتش بالماضي. نبدا باول تصريح قال لهم: احب الضغط، وكره القدم بدون ضغط هي كره قدم بدون معنى. تابعوا. احنا دائما عندنا الضغط، والضغط انا نقول ضغط إيجابية. ضغط كرة القدم مش ضغط حاجة أخرى. أنا نحب هذا الضغط، و بلا ضغط بلا مباراة بدون ضغط أنا بوما ما عندهاش فايدة. أنا نحب هذا الشيء، و ماشي باسكو تعادلنا في المباراة الأولى باللي عندنا أكثر ضغط في هذه المباراة الثانية. انا من المباراه الاولى حنا درنا هذا الضغط انا مع اللاعبين دائما. بوكو؟ باسكو حنا النهايه هدفنا سي تعرفوه. من شيخ، صح الضغط مليح في كره القدم؟ كره لا بريسيون هي الضغط. لا كره القدم هي الضغط. كاع لي ماتش هما لا بريسيون. نعم، كاع لي ماتش سورتو كونت الانسان يلعب على حاجه. نعم، اوتوماتيكمون كاين ضغط، سكون ابل لا بريسيون، وهذا الشيء هذا اللي يخليك انت تحمس روحك مليح، تي تو بريبار كيما يلزم الحال باش تفوز بالمقابله هذيك او بالكاس او اوتر شوز. جمال بالماضي قال ايضا بان غينيا الاستوائيه تلعب على الطريقه اللاتينيه، وقال باننا سنواجههم بطريقه مختلفه. استمعوا. غينيا كواتوريال كوت ديفوار، effectivement il y a des enseignements qu'on a pu tirer pour être très sincère il n'y a pas eu de réelle surprise quant à cette équipe de je vais parler de la Guinée équatoriale puisque c'est notre prochain adversaire. Il n'y a pas eu de réelle surprise puisqu'on a on a pu les observer auparavant. On a fait quasiment l'étude de toute leur campagne de qualification Coupe du Monde, à savoir 6 matchs. Donc ils nous ont juste confirmé ce que l'on pensait d'eux. C'est une équipe qui est capable de, évidemment, de poser problème. Elle a posé des problèmes dans ce groupe de qualification Coupe du Monde jusqu'au bout à la Tunisie. C'est une équipe qui est capable de marquer, capable de, voilà, qui a une connotation latine, notamment espagnole, de leur football, puisque une majorité d'entre eux jouent, sont nés et ont grandi en Espagne. Donc effectivement, beaucoup de similitudes avec ce football-là. Donc c'est à prendre évidemment en considération. Nous allons encore rencontrer un adversaire de ce style-là, avec à nouveau un autre football. Un autre football, je viens de vous le décrire juste un peu avant. Médo.
نعم، تحدث عن منتخب غينيا الاستوائية، المنتخب الذي تقريبا سبع لاعبين من التشكيلة الأساسية لمنتخب غينيا الاستوائية يلعبون في الدرجة في الدرجات الإسبانية ثلاث، ما عدا أكابو الذي يلعب في نادي قادش في الدرجة الأولى الإسبانية، الباقي موزعين بين أندية لاس بالماس، مورسيا، فوين لابرادا، طاراغونا، بالإضافة إلى لارغيرو، وكذلك متوسط الميدان متوسط الدفاع الأيمن الذي يلعب أوروثكو هكذا الذي يلعب في نادي أنتيكيرا، يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية. عندهم لاعب أيضا جوزي ماتشين يلعب في نادي مونزا الإيطالي. نعم. تقريبا لاعبين منتخب لاتيني أكثر منه إفريقي. نعم عمار، كيف سيواجههم وما هي الطريقة التي سينتهجها بالماضي في اعتقادك؟ أنا نظن بلي شاف المقابلة تاع كوت ديفوار غينيا استوائية لعبت بطريقة نظن بلي باغتت بها لاعب تاع كوت ديفوار اللي كان يعتمد أكثر على وسطي لي دوري ليور تاع وسط الميدان اللي كانوا يروحوا في الظهر تاع لا ديفونس. من بعد نظن بلي كانت الأغلبية في وسط الميدان المنتخب غينيا الاستوائية. الضعف تاعهم أنا نظن الضعف تاعهم في الضغط على اللاعبين خاصة الدفاع، والحاجه الثانيه المهمه اكثر هو اللعب في ظهر المدافعين خاصه المدافع الاوسط الايمن اللي ثقيل. ميدو. نعم، تحدث عن منتخب غينيا الاستوائيه، المنتخب الذي تقريبا سبع لاعبين كوت ديفوار اللي كان يعتمد اكثر على وسطي لي دوري ليور تاع وسط الميدان اللي كانوا يروحوا في الظهر تاع لا ديفونس. من بعد نظن بلي كانت الاغلبيه في وسط الميدان المنتخب غينيا الاستوائيه. الضعف تاعهم انا نظن الضعف تاعهم في الضغط على اللاعبين خاصه الدفاع، والحاجه الثانيه المهمه اكثر هو اللعب في ظهر المدافع وعنده قامه طويله ولكن ثقيل بزاف، كل لعبوا في ظهره نظن بلي نلقاو بزاف حلول. حاجه ثالثه ومهمه جدا ودارها كوت ديفوار شحال من خطره ولكن ما عاودهاش في الشوط الثاني. نعم. هي لما نروحوا سير الكوتي غوش دائما لي سونتر دائما ما يبقاو دو تروا ديفونسور فقط، لي ميليو تيرا ما يعاونوش لي ديفونسور خاصه في لي سونتر ادروات ولا اغوش. هذا ما يسهل مهمه المهاجمين اللي يجيو من بعيد ولا وسط الميدان اللي يجي من بعيد طبعا. نعم، بالماضي ايضا تحدث عن المهاجمين وتحدث بالاخص عن اسلام سليماني وبغداد بنجاح، استمعوا ما قال. ولكن موا جو دوموند déjà je demande beaucoup aux attaquants, je ne demande pas seulement de marquer des buts, je demande déjà de faire un travail d'empêcher les premières relances faciles, ça c'est déjà une première chose. Chez Khatrat ça demande de l'énergie, je demande de presser. Chez Khatrat d'art Ali Tani ça prend de l'énergie. Au final il manque un peu de lucidité, donc c'est peut-être aussi un peu de ma faute. Et je lui ai dit le jour où il aura plus confiance en lui, qu'il lève la main. Il goûte les, parce qu'il y en a un des tirafés. Un des tirafés islam. Si l'entraîneur n'a pas confiance en ses attaquants, qui va. Je leur fais confiance. Et Inch'Allah, je sais qu'ils marqueront des buts. Je sais qu'ils se réveilleront. Le plus important, en attendant de marquer, qu'ils fassent le travail qu'on leur demande. Inch'Allah, les choses vont entrer dans l'ordre. Et il y a pas d'inquiétude à avoir. بزاف وعنده قامه طويله ولكن ثقيل بزاف، كل لعبوا في ظهره نظن بلي نلقاو بزاف حلول. حاجه ثالثه ومهمه جدا ودارها كوت ديفوار شحال من خطره ولكن ما عاودهاش في الشوط الثاني. نعم. هي لما نروحوا سير الكوتي غوش دائما لي سونتر دائما ما يبقاو دو تروا ديفونسور فقط، لي ميليو تيرا ما يعاونوش لي ديفونسور خاصه في لي سونتر ادروات ولا اغوش. هذا ما يسهل مهمه المهاجمين اللي يجيو من بعيد ولا وسط الميدان اللي يجي من بعيد طبعا. نعم، بالماضي ايضا تحدث عن المهاجمين وتحدث بالاخص عن اسلام سليماني وبغداد بنجاح، استمعوا ما قال. ولكن موا جو دوموند déjà je demande beaucoup aux attaquants, je demande pas seulement de marquer des buts, je demande déjà de faire un travail d'empêcher les premières relances faciles, ça c'est déjà une première chose. Chez Khatrat ça demande de l'énergie, je demande de presser. Chez Khatrat d'art Ali Tani ça prend de l'énergie. Au final il manque un peu de lucidité, donc c'est peut-être aussi un peu de ma faute. Et je lui ai dit le jour où il aura plus confiance en lui, qu'il lève la main. Il goûte les, parce qu'il y en a un des tirafés islam. Si l'entraîneur n'a pas confiance en ses attaquants, qui va. Je leur fais confiance. Et Inch'Allah, je sais qu'ils marqueront des buts.
Je sais qu'ils se réveilleront. Le plus important, en attendant de marquer, qu'ils fassent le travail qu'on leur demande. Inch'Allah, les choses vont entrer dans l'ordre. Et il y a pas d'inquiétude à avoir. مشيخ في اعتقادك هل سيدخل ببنجاح ام بسليماني ام بكليهما؟ الله باش يدخل انا الله يعلم ما نعلمش الغيب. انت من تفضل في مباراه غينيا الاستوائيه؟ ايه دوك تو ديبون كيش يلعب اسكو راح يلعب 4-4-2 لا يلعب 4-4-2 صافي يدير يلعب سليماني وبنجاح. وبنجاح سليماني شويه لقدام وبنجاح من اللور ولا لعبها ب 4-4-2 اسكو يلعب بواحد القدام ويلعب مالغري صاب 4-5-1 تو ديبون كيفاش عالم مي المهم ماشي هذا انا لي سيستم دو جو انا بور ماي سو روسومبل صح سي لاعب اللي يتغلبوا على لادفيرسير هذاك هو الصح سكي امبورتون كو لادفيرسير اللي راح نلعبوا معاه غدوا ان شاء الله سي ان ادفيرسير اللي نتكلم جولياتو قال كاين وين يلعبوا مام حتى في تروازيام ديفيزيون كي تاخذ لي جوار تاعنا احسن منهم في لي كومبارتيمون بريسك كاع ماشي كاع لي كومبارتيمون بريسك كاع لي كومبارتيمون تاعنا احسن منهم حنايا لازم دوكا ديك المشكل راهو لازم الكره اللي شفناها دي لاكيني شفناها تلعب سي اون ايكيب تعرف تلعب بالون ولكن ثقيله بور ريفونير سون لور لي ديفونسور تاعهم ملاح مي صح تقال اسكو حنا البالون يلحق فيت المحرز والبلايلي يلحق لهم فيت اسكو يلحق فيت اللي يلعب نجاح او سليماني اونتر لي دو زاري سونترو هذا هو المشكل لازم لي ميليو تيرا يجيبوا يمدوا البالون ويابويو لا وافيك لي زاري لاتيرو فو كي بارتيسيب اوسي لاتاك باسكو حنا اللي غدوه ان شاء الله حنا رايحين باش نربحوا ورايحين باش نربحو هما اللي يوليو يلعبوا للور يفوك نديرو لهم في دماغهم بلي نتوما توليو تدافعوا وحنا نهجموا وهادي شكون اللي يكون هنا بلوز انتيليجون سي لي ميليو تيرا هما اللي يعسوا كي تكون ليكيب دوميني هما يعسوا او ميم طون يبوف بارتيسيبي. نعم بالماضي ايضا تحدث عن انتقادات الفيسبوك استمعوا لما قال. اسمع انتقادات من جاي من الانتقادات تاع المردود شيخ مش كون اللي دارهم من الانتقادات خيزو سوسيو الحمد لله ما راناش نسيروا فريقنا ولعبنا وطريق اللعب باللي ريزو سوسيو بالك انتقادك منك انا نتمنى من الافضل شيخ ها نتمنى من الميور توجور اون سويت On n'est pas obligé d'être dans la, absolument la critique individuelle à la loi qui est maraca. On est sur la critique. Hein. Ce n'est pas une obligation, ça. Regarde. Allez. Monsieur, في اعتقادك هل تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي على المنتخب الوطني؟ اللي يتبعهم تأثر عليهم. واللي ما يتبعهمش ما تأثرش عليهم. لازم الإنسان لي جوار لازم اللاعبين يعرفوا بلي سي دي جوار اللي عندهم من فالور. لازم يعرفوا بلي الماتش اللي فات نجمو نقولوا نديروه في لي زوبليات نجمو نديروه في لي زوبليات لان صاري في دي زاكسيدون ويعرفوا بلي عندهم امكانيات باش يقلبوا لا سيتياسيون سي تادير ا بارتير دو دوما ان شاء الله جو بونس كو لي ريزو سوسيو نهار الاحد ان شاء الله يربحوا يعاودوا يدوروا ويجوا معاهم وهذه هي في ريزو سوسيو فو لي ليسي فو لي ريسبكتي ولو كاين بارفوا دي ديباسمون بصح فو لي ريسبكتي الدنيا تمشي هكذا. نعم نمر الان الى تصريحات يوسف عطال الذي حضر هذا المؤتمر الصحفي وتحدث خاصه عن ارضيه الميدان نستمع لما قال. بس كو جي با بيان انتوندي لا كيستيون. Ouais. Ouais, on a bien joué quand même le match, mais c'est pas une excuse pour nous par rapport à la pelouse ou la chaleur. Mais après, moi je trouvais un peu la pelouse et elle est un peu sec par rapport à nous parce que quand on trouve une bonne pelouse, peut-être on peut jouer mieux et vite et comme les occasions qu'on a créées, peut-être il y a des occasions qui... On peut avoir des occasions encore un peu...
peu moins facile que les autres et ça ne laisse de faire un, comment dire, d'être plus fluide, plus rapide et d'aller vite vers l'avant. Attends, si je peux compléter, monsieur. عمار عمار، يعني في السنوات الماضية والخالية كنا دائما نستمع لمثل هذه الأعذار، أننا لما نلعب في إفريقيا يخرج لاعبون ويخرج المدرب ويتحدثون عن الرطوبة والارتفاع والحرارة والظروف الصعبة في إفريقيا. ألا تعتقد بأنه هذه المرة بالماضي في كل مرة يعيد ويكرر، لن نتحجج بالحرارة وبالرطوبة، حتى أنه لاعبين الآن صاروا يتحدثون مثل المدرب، ألا تعتقد بأنه بالماضي يريد أن ينتزع يعني هذا العذر انتزاعا من أذهان اللاعبين، حتى لما يدخلوا إلى أرضية الميدان لا يكون في ذهنهم أنه إذا خسرت أو تعثرت راح نتحدث عن الرطوبة أو الحرارة؟ هذا أعتقد بأنه شيء جميل جدا، يعني اللاعبين إذا تخلصوا نفسيا من هاجس الرطوبة والحرارة راح يبذلوا مجهودات مضاعفة فوق أرضية الميدان. بداية نضم لي أفكار بزاف بدلهم بالماضي، منها فكرة المناخ اللي نضم لي عندها تأثير كبير، ولكن لما تخمم فيها فوق لازم حتى لاكاليتي تكنيك تاعك المستوى الفني تاعك ينقص، لانك دائما تتحجج بنقصك بدنيا، المناخ، الرطوبه. لذلك نضم لي مدرب در بزاف لي نضم لي يتكلم مع اللاعبين شحال من خطره ونحالهم من راسهم الفكره هذيك، وهذا شيء جيد، لانهم لما تدير افكار كثيره في راسك التركيز ينقص لك، المستوى الفني تاعك ينقص لك، ولما تفكر فقط في كره القدم ولعب كره القدم والفوز في المقابلات، نضم لي هذا الشيء راح يديك المشروع تاعك ويديك الهدف تاعك. حاجه ثانيه كذلك مستوى الفريق الوطني، بالنسبه كي كنا نخمو في الرطوبه والحراره ودركا المستوى الفني مستوى كبير دركا، يعني لازم عليك تدير دور كبير ولازم عليك تقدم مردود كبير بغض النظر على الشروط او الكونديسيون اللي كاينين. بن شيخ، انا شاهدت اسبانيا فازت بكاس العالم عام 2010 في جنوب افريقيا، ولم اشاهد لا المدرب الاسباني ولا اللاعبين الاسبانيين يشتكون من الحراره او الرطوبه الا ربما في احيان قليله، ربما شكاويهم من الفوفوزيلا كانت اكبر من شكاويهم من الرطوبه ولا الحراره. سي با ميم كليما، هما كليما ايكواتوريال هذاك الوقت تاع كوب دي موند سيتي شو شتاء، قريب شتاء عندهم. كانوا يلبسوا لو كليما ايكواتوريال عنده بار مومون 5 مينيت تاع الشتاء تحبط بعد خلاص تحبس، سي ميم كليما كو المكسيك والاخرين. مي سخانه تقعد توجور، كاين سخانه في هذاك لو مومون، في هذاك لو مومون طيح الشتاء جب ومن بعد تحبس، ماشي تقعد كيما هنا عندنا الحمد لله ولا في اوروبا تقعد تصب العقل وكذايا. دوكا تكلمت لي على الكليما، على كي تقولوا المناخ، ليميديتي، لا شالور وكذا. انا جو بونس كي فو بلي اون بارلي دو لا شالور، شحال كنا نتكلموا عندها ثلاث سنوات ولا اربع سنوات، نقول لك ما بلي فو بلي اون بارلي دو لا شالور. ولا لعبت في مصر وديت كوب دافريك في مصر، هل مصر الجزائر ميديتيراني؟ مصر سخانه في الليل 35 دوغري، في الليل على الساعه تاع الليل تصيبها 35، وايضا الرطوبه عندهم، ايضا وعندهم رطوبه. ودينا كوب دافريك ورا المشكل نحيها من راسك، ادخل كيفاش انت تجيري شاك جوار يجير لو كور تاعو لو فيزيك تاعو بارابور لهذه اللي تقول سخانه وكذا. اون جو انتيليجامون، يعرفوا وقتاش يروح، يعرفوا وقتاش يريكيبيري، يعرفوا البلاسمون، ستادير لي كورس اونيتيل هذوك ما كاش توجد الفريق يوجد كيما يلزم الحال. دونك ما عندناش حتى مشكل. عطال دافع عطال ماذا بيا لو كان تكلم بالعربيه خير عطال. كنا كان يكون اليز وحنا نكونوا اليز نفهموه، دوتون بليس كوم جابوا لي ترجموا. نعم، خاصه انه اليوم كان هناك مترجمين للغه العربيه. نعم، يتكلم بالعربيه احسن. نعم، عطال دافع عن مدربه بالماضي، شاهدوا ماذا قال. قال لي ماتش لي جوار L'entraîneur, Anaya, il fait Hamna, il donne des infos. Mais après, quand on rentre sur le terrain, le coach ne peut pas jouer. Mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
عمار، لا تعتقد بأنه دافع على بالماضي بطريقة غير مباشرة؟ قالك المدرب يعطينا النصائح يفهمنا، ولكن لما ندخلوا إلى أرضية الميدان إحنا اللي نلعبوا، الكوتش لن يلعب. بطبيعة الحال في الميدان اللاعبين هم اللي يديروا المقابلة، ماشي المدرب. المدرب يقدر يدير دي كونسين زايدين على حساب وضعية الفريق، على حساب دي حوايج يصراو في المقابلة، ولكن دوبلي اللاعبين هما اللي يكونوا في المقابلة. الانتيليجونس تاع اللاعبين، الذكاء تاع اللاعبين اللي يقدروا يتبدلوا مع لو سيستيم دو باز اللي داروا المدرب قبل المقابلة، يتغيروا من مرحلة إلى مرحلة ويشوف صاحبه وين راه وهو يدي المكان هذاك، ماشي المدرب. لو كان المدرب يزيد يعاود يفكر اللاعبين في الميدان وتمركزهم، دوبلي المدرب راح يدخل لوسط الميدان وما يكملش. نعم، نتابع رد فعل طريف من بالماضي على سؤال طرح عليه باللغه الاسبانيه. ما je comprends pas bien l'espagnol, j'ai compris que l'équipe elle était jeune. بصحتك الاسبانيول خويا. يا جوي. اه وي برافو. اللونغ سي بون. ميدو، اللغة الإسبانية صنعت الحدث في هذه الندوة الصحفية. غينيا الاستوائية هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تتحدث الإسبانية، وتتحدث أيضا شوية البرتغالية وشوية الفرنسية. نعم، أكثرها إسبانية عبر الكاستيانو. يعني يتحدثوا أكثر باللغة الإسبانية مما يتحدثون بالبرتغالية واللغة الفرنسية، بلد ربما المستعمرة الوحيدة التي كانت تتبع لإسبانيا في سنوات الاستعمار في إفريقيا. هذا الشيء انعكس ربما على المنتخب غينيا الاستوائية، كي تشوف اللاعبين تاعهم ماهمش يلعبوا في الدرجة الأولى ما عدا لاعب واحد، لكن البقية كلهم تقريبا حوالي ثلث الفريق يلعبوا في دور في لا سيغوندا ولا تيرثيرا ديفيزيون، يعني الدرجة الثانية أو الثالثة الإسبانية. نعم، نشاهد أرضية الملعب بعد تجهيزها من قبل العمال والمختصين. بن شيخ، الظاهر في الصور أنها ما زالت سيئة. بيان سور ما زالت سيئة، مي دوكا ما نقعدوش يفوك. شوف كاين دي سارتان زوندرو هادي اللي راك تشوف فيها هنا، وسي جوا تنجم تلعب في هادي، باسكو هنا ماهمش دي بوس. هو الوين واعر التيران كي يكونوا فيه دي بوس. نعم. تتمد البالون وهو يبدا يطلع لك تما يجينيك. بصح هنا ما كاش الحشيش، باين ملي عمروه بالرمل. عمروه بالرمل هذا يجيك صعيب. لو كان يزيد يتشمخ ويزيدوا يلعبوا قبل منا كوت ديفوار الاخر يروح فيها. ولكن انا جو بونس كيفو بلو لاعبين ما لازمش يخموا كاع لا على الملعب لا والو. يفو كو سي سور باس لهذا الشيء هذا. نعم. وي بونس كا لا فيكتوار، وهذا هو الصح، سي البلوز امبورتون. نعم، لدينا لقطه محرز مع مناصر كاميروني، نشاهدها سويا ثم نعود للتعليق عليه. شعبية كبيرة جدا لرياض محرز هناك في بلاد الكاميرون. شاهدنا في المباراة الأولى تم تهريبه من الباب الخلفي للملعب في سيارة فاخرة حتى لا يتعرض لهذا النوع من الالتفاف، ولكن في مثل هذه اللقطة ربما كان يجب على المسؤولين في المنتخب الوطني الجزائري والمنظمين أن يتركوا ذلك المناصر الكاميروني يأخذ صورا تذكارية مع رياض محرز، ربما يكون نجمه المفضل، ربما كان يحلم بلقائه يشاهده فقط على شاشات التلفزيون. نتفهم أنهم كانوا يريدون حماية رياض محرز من أي أذى، ولكن عندما تأكدوا بأن هذا المناصر فقط يريد أخذ صور سيلفي ما كان عليهم أن يدفعوه بتلك الطريقة. شعبية جارفة لرياض محرز هناك في الكاميرون. ميدو، نعم، شاهدنا منذ وصول المنتخب الوطني تقريبا إلى مدينة دوالا دائما المطلوب الاول للصور ربما والهتافات هو رياض محرز، شيء عادي بالنسبه للاعب يلعب في نادي مانشستر سيتي معروف تقريبا في كل العالم وليس فقط في الكاميرون. لو يتنقل ربما الى بلد اخر سيحدث نفس الشيء، لذلك هذه الامور داخله في النجوميه. عمور،
طبيعة الحال. نعم. وكان أحد المناصرين اليوم أيضا اقترب من جمال بالماضي، مناصر جزائري قال لي بالماضي نحن معك في السراء والضراء، لن ننسى أبدا بأنك أفرحتنا طيلة 3 سنوات كاملة وفزنا معك بكأس أمم إفريقيا، هذا الأمر لن ننساه مدى الحياة، وسنكون بجانبك نرافقك وندعمك في هذه الكأس الإفريقية مهما كانت النتائج. خطاب جميل جدا عمار. طبيعة الحال نضم لي جمال بالماضي يبقى مدرب كفء صغير في السن، يقدر يكون سنوات كثيرة مع الفريق الوطني الجزائري، قدم نضبلي نسخة كبيرة من منتخب جزائري راح يبقى في تاريخ الكرة الجزائرية، ومازال يتطور الفريق بتطور اللاعبين، باختيار اللاعبين، بتطور ثقافته الرياضية. نضبلي الأمور راح تمشي للأحسن مع الفريق الوطني، ما لازمش نزلزلوه ولا نخلخلوه، خلوه يخدم. نعم. مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج. نعم عمار عمور سنلتقي بك بعد قليل على السبورة الإلكترونية من أجل شرح الخطة التكتيكية التي من الممكن أن ينتهجها جمال بالماضي غدا إن شاء الله. مشاهدي الأفاضل برنامجنا متواصل، سنلتقيكم بعد هذا الفاصل، إذا تكرمتم تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الأفاضل، إذن مع عمار عمور والسبورة الإلكترونية والطريقة التكتيكية التي سينتهجها جمال بالماضي غدا أمام غينيا الاستوائية. والتشكيلة المتوقعة محمد. نعم. التشكيلة المتوقعة عن بولحي دائما في الحراسة، عطل على اليمين، بالسبعين على اليسار، ثنائي الدفاع مندي بالعمري، وسط الميدان نظن بلي كاين تغير بعودة بن ناصر. نظن الحاجة الثانية هو إعادة بن دبكة إلى الى الى التشكيله الاساسيه، لانه راح يكمل مع بن ناصر، لانه بن ناصر راح يكون دائما شويه من الناحيه الهجوميه اكبر من او لا اكثر من من الدبكه. قدامهم فغولي، على الجهه اليسرى بلايلي دائما، على الجهه اليمنى محرز. في الهجوم نظن باللي بتصريحات بالماضي وسمع قال على المهاجمين انهم نسحق مهاجمين ماشي باش يسجلوا فقط، باش يدافعوا ثاني. نظن باللي هذا يخلينا نروحوا لانه راح يفضل بونجاح على سليماني. يعني عمار في اعتقادك 3 تغييرات مقارنه بالمباراه الاولى، بونجاح مكان اسلام سليماني، ايضا عوده بن ناصر وايضا دخول بن دبكة. نعم هذا الثلاثي ضبلي، هذا الثلاثي، هذا التغييرات اللي كاينه ضبلي. هذا الفريق يقدر من الناحية الدفاعية ينشط من الناحية الدفاعية، وخاصة من الناحية الهجومية بعودة فغولي في الوسط، لأنه ما يلعبش على الجهة اليمنى، وشفناه المرة اللي فاتت ما كانتش إن كونيكسيون بينه وبين إبراهيمي. من ناحية لابريسيون ولا البريسينغ أو ضبلي بنجاح لما يبريسي دائما وسط الدفاع غينيا الاستوائية. نزيدو فغولي اللي هو ثاني واحد اللي يدير لابريسيون مع بنجاح. نزيدو بلايلي على الجهة اليسرى يصعد، محرز على كل حال يكون كذلك، بن ناصر اللي يقوم بدور كذلك ممتاز جدا، هو أنه يكمل تقريبا ويضيق المساحات والمسافات بينه وبين اللاعبين. بندبكة يصعد كذلك الى، لكن بندبكة عمار اسمح لي، بندبكة نعم. في المباراة الاولى شاهدنا يصعد حتى منطقة المنافس، لا تعتقد بانه بندبكة ربما سيكون اكثر هجوميا في هذه المباراة؟ طبيعة الحال اذا كانت الكرة على الجهة اليسرى نبلي نعم. بن ناصر هو اللي راح يروح على الجهة اليسرى ناحية الهجومية، واذا كانت على الجهة اليمنى نظن بلي بندبكة هو اللي راح. ولكن في المقابله اللي فاتت لعبنا بان سونتينال الوحده اللي هي بالقبله وثنائي وسط ميدان، هذه الخطره نظن بلي المثلث راح يتقلب. المثلث النهار الاول كان سونتينال وزوج دو رولير، هذه الخطره راح يكونوا دو ميليو ديفونسيف واميليو اوفونسيف اللي هو فاغولي. وبالنسبة للظاهرين عمار عمور لم نشاهد عمل كبير للأذرع الدفاعية للمنتخب الوطني الجزائري، هل تعتقد بأن بالماضي سيعتمد على عمل الظاهرين بقوة في هذه المباراة؟
انا نظن راح يخلي الناحيه الهجوميه البلايلي ومحرز بلك عطالي راح يصعد الامام فقط هنا في الجهه اليمنى، بن سبعيني كذلك اذا كانت الكره على الجهه اليسرى نظن بلي راح يعاون بلايلي، ولكن لانها الجهه هذه او الجهه هذه دائما الاطراف لاحظنا في الميدان الاطراف دائما وضعيه الاضيه الميدان غير مريحه جدا من الناحيه الفنيه، لذلك ماش راح يعتمد على الاطراف كثير، لكن ربما نشاهد صعود بن سبعيني ودخول بليلي الى منطقه الوسط طبيعه الحال باش يفرغ المكان. نعم. هذا اذا وصلت لانيماسيون نظن بلي بن سبعيني راح يخلي دائما بليلي هو في الهجوم، وإذا دخل بليلي إلى الوسط نظن لي راح ياخذها بن سبعيني، ولكن كل شيء راح يكون على ضعف المنافس، مش راح نلعبوا بإمكانيتنا طبعا، ولكن ضعف المنافس لضعيف أكثر في وسط الدفاع، ونظن بلي بونجاح فغولي هما اللي راح يرتكز عليهم المدرب. نعم. خاصة ناحية ضعف الفريق المنافس. بن شيخ وي. ما رأيك في هذه التشكيلة، وهل تعتقد بأن هذه التغييرات هي اللازمة في هذه المباراة؟ هذا كوش كاين ما كاش تغيير واحد اخر اللي ندار على حساب ما راكو تقولوا لا كومبوزونت تاع الوسط الميدان الميليو تيرا جو بونس ك لانه عندك ادم والناس مصاب وكذلك الزروقي مصاب والاخرين مصابين كاناتيك دونك البلوز امبورطون هادو هما اللي ديزون اللي لازم يكونوا في الماتش هذايا هاد اللاعبين بندبكا فغولي و وبن ناصر هادو لازم يكونوا هي. لكن بالنسبه لبن ناصر بن شيخ هل تعتقد بانه سيكون في الطوب في الفورما خاصه انه عانى من اصابه مؤخرا وعانى من التهاب اللوزتين ايضا؟ انا ما شفتش الاصابه يتكلموا رانا نسمعوا الكلام بصح ما شفنا والو تكلموا سيفري على القراجم يفون في بلير شويه ولكن ينجم يلعب لان ستان جوار كومام اللي انتيليجون اي تو سور لو بلان فيزيك ما راحش ينقص كيما يلزم الحال مي دون لونسومبل هذه هي ليكيب اللي كاينه. كاين نقطة مهمة ثاني من الناحية البدنية لاحظنا وسط الميدان المنتخب الوطني الجزائري مقابلة سيراليون كان الناحية البدنية ضعيف نوعا ما في عدم ذهب فغولي إلى الأمام إبراهيمي كذلك وبالقبلة كذلك، لكن هذه المرة نظن بلي بدنيا بن ناصر ممتاز جدا، بن دبكة ممتاز جدا، وحتى فغولي ممتاز جدا، بلي الثلاثي بدنيا راح يقاوم وراح يغلب ولا يتفوق على وسط الميدان المنافس بكل سهولة، تبقى برك التوفيق في تسجيل الاهداف، نظن بلي احسن سيناريو كما نتوقعوا دائما هي تسجيل الاهداف في الدقائق الاولى باش نلعبوا بكل راحه وما نضغطوش على المنافس طيله المقابله، لاننا ما نقدروش نضغطوا على المنافس طيله المقابله ونسيروا المقابله من بعد بكل اريحيه باذن الله. نعم ان شاء الله سيكون النصر حليف المنتخب الوطني الجزائري. عمر عمور ادعوك للعوده الى مكانك، سنواصل الحديث عن المنتخب الوطني الجزائري مع محللينا الافاضل. بن شيخ استمعت لما قاله عمار عمور منذ قليل، استمعت لشروحاته التكتيكيه، لكن في مباراه مثل هذه بن شيخ مثل ما يقال صحيح التكتيك مهم، صحيح الخطه مهمه، لكن حضور اللاعبين بدنيا وفنيا ونفسيا فوق أرضية الميدان هو أفضل وأبرز عامل وأبرز مساعد من أجل الانتصار في هذا اللقاء. محمد باش ما تغلطش وباش واحد اخرين يفهموا لوسكون بار تاكتيك سيستم دو جو وكذا ومن بعد نقول لك لازم ما يبقاش هذاك يبقى لو فيزيك ما تنجمش تي ابليك كيلك شوز سون فيزيك كان ما يكونش عندك الفيزيك مليح ما تنجمش تطبقها خاطرش لي مانيير دو جوي سميها كيما حبيت فيها دي ديبلاسمون فيها بوكو بليس دو لانتيليجونس قال وين تروح تبلاسي روحك كيفاش دير هذا هو الصح دونك لي جوار فيزيكمون راهم لاباس عليهم يسون بو فيكس كيما يقولوا ولكن يبقى هنايا انا واش راني نشوف حنا تكلم على لي زاتاكون سي اون بون شوز ولكن انا نشوف لي لادفيرساري راح يقعد شويه اللور راح لادفيرساري يقعد اللور والو يدرسنا مي يقعد شويه اللور بصح حنا لازم لي تروا ميليو تيرا لازم يلعبوا اونسومبل يمسوا الكره بيناتهم يجوزوا اللعب بيناتهم باش يبرمت لي زارير لاتيرو يطلعوا باش يبرمت وسيل البلايلي كي كنت تلعب معاه يدخل هو بالبالون الوسط تما اللي يروح الاخر سي اون فوا لي زارير لاتيرو ديفوندي ويريحوا
ما تولي شي صدري يولي باين، ولو كان لادفيرسير يكون يعرف المدرب يقراهم تولي يديرنا في المشاكل. ولهذا انا نظن الماتش ما نخافش منه بزاف ان شاء الله. نعم. ميدو، غينيا الاستوائيه كيف سيلعب هذا المنتخب وماذا تتوقع منه غدا؟ نعم، شفناه في المباريات تقريبا في مبارياته، ما تنساوش منتخب غينيا الاستوائيه في اقصائيات كاس العالم الماضيه كان احتل المركز الثاني في مجموعته خلف المنتخب التونسي اللي كان تأهل ب 13 نقطة، منتخب غينيا الاستوائية كان تعادل في آخر جولة في موريتانيا هدف مقابل هدف وبقى ب 11 نقطة، كان قريب تقريبا من التأهل إلى الدور الفاصل. شفناه في المباراة الأولى أمام منتخب كوت ديفوار حرم من ركلة جزاء تقريبا واضحة وضوح الشمس. نعم. صح ربما يد مدافع كوت ديفوار كانت قريبة من الجسم لكنها منعت الكرة من مواصلة اتجاهها نحو المرمى. المنتخب غينيا الاستوائية بأربعة أربعة تنين دائما دو ريدو بأربع لاعبين، يعني تقريبا ثمان لاعبين في التنشيط الدفاعي، يعرف جيدا كيف يغلق الأروقة في وسط الميدان، يتكتل بتقريبا محوريين ولاعبي وسط ميدان دفاعي اللي هما بابلو غانات بالإضافة إلى خوسي ماتشين لاعبي نادي مورسيا ومونزا على التوالي. أما الباقي تقريبا في خط الهجوم عندهم إيميليو نسوي الذي يبقى قلب هجوم بدون فريق، وبالإضافة إلى دوريان أنثا هكذا بالإسبانية واللاعب نادي لانجيرو في الدرجة الثانية الإسبانية. ما عدا ذلك منتخب غينيا الاستوائية ما شفناش منه مستوى كبير 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 تقريبا على شكلة الكثير من المنتخبات في هذه الدورة. شفنا المنتخبات اللي ربما كأس إفريقيا هذه ب 24 منتخب، ولينا نشوفوا منتخبات تشارك من أجل المشاركة فقط. الآن كأس أمم إفريقيا أصبحت متاحة للجميع. منتخب غينيا الاستوائية مع احتراماتنا له في المباراة الأولى أمام منتخب كوت ديفوار ما كانش قدم شيء كبير، حتى المنتخب ديفواري ما قدمش حاجة كبيرة كما يقولوا بالعامية. ما عدا ذلك هذا المنتخب، أنت تعرف المنتخبات اللاتينية والفرق اللاتينية تعتمد دائما على الكرات القصيرة واللعب أكثر منه تقني من أنه يكون بدني، تقريبا منتخب لاتيني في إفريقيا. نعم. عمار، هل تعتقد بأنه غينيا الاستوائية يمكن أن يشكل علينا خطرا؟ ممكن إذا ما كناش في المباراة، وش صار لنا مثلا في الشوط الأول ضد سيراليون، إذا ما كناش في المباراة يقدر يكون هو يلعب الكرة تاعه وكل شيء، ولكن نظن باللي 4-4-2 الطريقة المليحة اللي توافق ولا تتضاد تكون كونتر لو 4-4-2 هذاك سي لو 4-2-3-1، نظن باللي أحسن طريقة باش تواجه ال 4-4-2 وتكون خاصة من الناحية الهجومية، إذا كان التنشيط تاعك من وسط الميدان تنشيط جيد، وجود بن ناصر بن دبكة وفغولي نظن بلي ما خافوش على محرز لأنه واحد ضد واحد ممتاز، بلايلي واحد ضد واحد ممتاز، حتى في إنهاء الهجمة نظن بلي حتى لوسط الميدان لازم يغامر للهجوم بوجود مثلا على الجهة اليمنى محرز وبونجاح وواحد من وسط الميدان فغولي أو بن دبكة في الجهة اليسرى كذلك. لذلك لو 4-2-3-1 نظن بلي أحسن وسيلة لمجابهة لو 4-4-2 تاع حتى لو 4-2-3-1 على بحكي عليه، حتى أنه لي دو زيك سونطري ديالك اللي هما محرز بالاضافه الى يوسف بلايلي يقدروا يدخلوا يلعبوا اونطر ليلين سي اونطر لا ديفونس والميليو تيران تاع منتخب غينيا الاستوائيه هنا اللي يوقعوا لي ديكالاج لما تدخل اونطر لي دو اكسونطري يلعبوا بين الخطوط يصرا ديكالاج مع لو تريو تاع الميليو تيران. نعم. هنا يقدر يوقع الخلل في منتخب غينيا الاستوائيه خاصه مستوى محور الملعب، لانه دخول بلايلي ودخول محرز الى ما بين الخطوط تقريبا يلعبوا في ظهر وسط الميدان ومقابلين المدافعين. نعم. مدافعين محوريين وفي نفس الوقت تفتح المجال لعطال على الجهه اليمنى وبن سبعيني اكثر على الجهه اليسرى من اجل المغامره الهجوميه، لانه منتخب غينيا الاستوائيه. نعم. من ينتظر ربما انه منتخب غينيا الاستوائيه يبحث باش يدير اللعب ولا هو اللي يبحث على يستحوذ على الكره لن يقوم بذلك، راح يخلي لك المبادره لكنه منتخب تجرأ على الكوت ديفوار هاجم الكوت ديفوار. هاو كان يهضر لك عمور على نقطه مهمه جدا، قال لك ما لازمش نوقعوا في نفس السيناريو اللي وقعنا فيه امام سيراليون. منتخب سيراليون لما لعب امام المنتخب الجزائري يدخل متخوف، لكن بعد ربع ساعه 20 دقيقه 25 دقيقه بدا ياخذ ثقه في نفسه. المنتخبات هذه لمستواها خلينا نقولوا ما لازمش تعطيها ثقه، فوالا بارك الله فيك عمار. المنتخبات هذه لمستواها متواضع. نعم. قد ما تلعب معك انت متعادل وتعطيها ثقه وتضيع الفرص، قد ما تزيد الثقه تزيد عندهم وتصعب لك المباراه اكثر. لذلك لا ريوسيت اوفونسيف
مطلوبه غدا ضد منتخب غينيا الاستوائيه. نعم. هنايا الدور تاع لي ميليو تيران تحب ولا تكره؟ لعب لك 4 4 2 يا دو ريدو، لازم تجوز ان ريدو باش تجوز ان ريدو. باش تجوز ان ريدو لازم تلعب فيت لي بال سير لي كوتي، ولا صحاب الوسط هما اللي يكريو لو سور نومبر. تفوق العددي. فوالا هما اللي يكريوه باش اللي بالليلي ولا اللي محرز ولا مام بارفوا باش دير تفوق العددي بن شيخ. لازم مهارات، لازم واحد من وسط الميدان يقوم بمراوغه، يقوم بالتمريره تكسر. نعم. شوف ماشي غير المراوغه هذيك تاع اللي باش يفهمونا الناس، نحكم بالون اندريبلي واحد كاينه هذيك وي، بصح كاين المراوغه. شفنا مقبله البيت تاع نيجيريا تاع واسمو هذاك سيمون. كيفاش سجل الهدف؟ احنا نضلوا نقولوها اصحاب الوسط ماهمش. نعم تفضل. ماهمش يستعملوا هذا الشيء. كيفاش سجل الهدف؟ جاب البالون هكذا، ما لعبش مع صاحبه اللي هنا، لعب مع صاحبه اللي موراه اللي القدام، لاصق في لاريا سونترال. تنجو هذه سقيو لها نتكى عليك باش انت ترجع بالون بعد انا نلعب. لا باش نجوزوا هذا الشيء نعطيو البالو للمحرز والاخر، لازم الميليتير هو اللي يكري سوا بلي زين دو سوا بلي ديفياسيون سوا بلي دريبل كيما حبيت يجوز. وكاينه حاجه اخرى اللي نتمناها نشوفها اليوم هو بين محرز عطال، لان محرز دوكا سي نورمال يعسو هو بالليلي بارفوا، هو يدخل مليح لاتيرالمون ينجم يلعب مع الميليو اللي يكون معاه، وعطال هو اللي يروح. نعم. باسكو لا يو فيتاس وما يخافش مام يولي بالعقل، باسكو الكليما وكذا يولي بالعقل، باسكو كاين الميليو هذاك اللي مد هو اللي ريكيبيري لا بلاص. نعم. يسافر انجليزمون. عمار، لماذا لا نتحدث عن الكرات الثابته لما نتحدث عن المنتخب الوطني؟ الكرات الثابته اصبحت سلاح فتاك وسلاح حديث وتعتمد عليه كبرى المنتخبات في العالم، لماذا لا نعتمد نحن على الكرات الثابته؟ الا نملك الامكانيات؟ اليس لدينا لاعبون لهم مثلا طول قامه؟ ما السبب؟ عندنا امكانيات، احنا نروحوا للعب اكثر من نعتمدوا على باش نجيبوا لي بالاريتي باش نسجلوا، لكن هذيك سلاح اضافي. نظن بلي صح، نظن بلي لازم دائما نديروا حاجه زياده في الحسبان، تقدر مقابله مزيره مغلوقه تفتحها بكره ثابته. بكره ثابته، وذكرنا مقابله الجزائر نيجيريا، الكوفرون تاع محرز هو اللي حل المقابله وخلى المقابله تمشي مليح. لذلك خاصه لا اتحدث عن المخالفات المباشره، اتحدث عن الكرات الثابته يعني العرضيات. تفضل. بوجود لاعبين يلعبوا مليح بالدماغ، اللي ماندي اللي بالعمري بسبعيني بنجاح ممكن حتى بندبكة سليماني، بوجود هذو اللاعبين لازم نديروا دي فاريون تروا فاريون. تعتقد بانه سلاح غائب عنا؟ نظن بلي سلاح غائب، وعندنا بزاف ما سجلناش بطريقه. لماذا عمار؟ ممكن ما يعتمدش عليها المدرب، ممكن ما خممش فيها، ولكن لازم دير دائما حاجه تحطها اكوتي تخمم فيها، لانها لا. تقدر تجيب لك مقابله. لا هو شوف، انا على حسب رايي نخدم بوتاتر ما خدمناهمش بزاف، وحده. ثانيا ما عندناش بزاف، انا رايي ما عندناش بزاف اللي يلعبوا بالراس، اللي عندنا بن سبعيني صاب رايي. نعم. الاخرين عادي، ماندي وبالعبري يطلعوا عادي، هذوك فورمر سير في ظهر لادفيرسير يطلع. نعم. مليح بصح سير لي بال هذوك جوسكا بريزون لليوم هذا مازال ما شفناش درنا ان دونجي بهذوما. هذا مشكل بنجاح. بيان سور مشكل، بالليلي ما ينجمش يطلع، هو يطلع بدماغه وكذا، خاطرش لي ديفونسور راك شتهم كاش دايرين، محرز كيف دونك. خاصة إذا سمحت لي بن شيخ، خاصة أننا عندنا لاعب اسمه محرز ينفذ الكرات الثابتة بطريقة رائعة، وشفنا في مانشستر سيتي اللي هو ملك الاستحواذ في كرة القدم حاليا، يعتمد على الكرات الثابتة، وأحيانا غوارديولا يفوز بمباريات بفضل الكرات الثابتة بن شيخ. هو سيتي ماشي بزاف يماركيو، لكن يعتمد عليها تاع محرز تاع اون بلان اكسيون، يخرجهم وهما يكونوا يجري ويسيبوا روحهم وحدهم. نعم. يعطي لهم الكافيار. نعم. يروح يسجل. نعم. هذيك وي، مي مالغري سا هما موالفين يخدموها جو بونس. حنايا جوسكا بريزون مازال ما سجلناش بزاف لي تسديدات من بعيد بن شيخ. من البعيد وي، من البعيد شكون اللي لازم يضرب؟ عندك اللي يضرب لازم بندبكه
فغولي. علاش نقول لك انا بارفو كون تو كري ان سيرنو بتروح تنجم عندك ليسباس حتى بالناصر يسدد. بالناصر عنده اون بون فراب واسمو بن سبعيني عنده اون بون وزروقي ايضا لما يلعب ايضا عنده كاين كاين ستادير اللعب لازم يديسيدي تو ديبون دو لاكسيون وين تكون وين تكون باش تضرب. يجب تنويع الاسلحه في كاس افريقيا لانه مثل ما قلت عمار عمر احيانا الامور تكون مغلقه الفتحات والمساحات تكون ضيقه جدا لذلك يجب الاعتماد على التسديد من بعيد. يوسيد ثاني غدوه شوف لو دوت لما نشوفوا المهاجم انت متخوف من مباراه الغد ميدو؟ لا مانيش متخوف بالعكس متفائل اكثر لكن هذه احكام كره القدم وكره القدم لا تحتكم لاي منطق كل شيء ممكن في كره القدم نقدر نشوف منتخبات ضعيفه على كروش دي منتخبات كبيره بلاعبين كبار اليوم لما نتحدثوا على النجاعه الهجوميه تشوف بغداد بونجح بدا يدخلوا الدود بدا الشك اكثر يدخلوا من المباراه الاخرى ما يسجلش لو يسجل غدا ربما ممكن يتحرر اكثر يسجل سليماني يزيد يكمل في السلسله لانه راه يسجل مع المنتخب الوطني في المباراه الاخيره لذلك في سيناريو المباراه الاولى علينا ان نتجنبه لاقصى حد ممكن لانه قد ما تماركي بكري غدا امام منتخب غينيا الاستوائيه قد ما تسهل المباراه عليك قد ما تسجل مبكرا ما لازمش نتسرع ايضا ما لازمش نتسرع لا اللاعبين المحترفين يفرقوا بين لا اسمح لي لا لا والتسرع اسمح لي ما نوافقكش هنا لاننا في المباراه الاولى شاهدنا تسرع في الشوط الثاني وكانه اللاعبين المنتخب الوطني كانوا يريدون التسجيل بسرعه وباي طريقه ممكنه باسكو دخل الدوت دخل الدوت باسكو دخل الشك كي دخل الشك علاش يدخل تنجم يجيبها لك الداخل مي تما الاحسن حنا تما ريكوبيريو الكره ونبداو نلعبوا بعقلنا تو توني سيون داتر اورغانيزي باش نروحوا باش نسجلوا نعم هذا هو حنا ما واسمح لي حنا نتكلموا على لاغيني واسمع لاغيني اكواتوريال ماناش نتكلموا على نيجيريا ولا مش عارف نتكلموا على لاغيني وحنا الجيري كيف دوك هادو قاعدوا نديروا في الحساب وكذا انا ليا ندخلوا حنا نديوا البالون وحده حنا نيمبوزيو نوتر جو حنا نيمبوزيو لو جو تاعنا عليهم وحنا لازم نسجلوا كي نسجلوا هما من بعد تم يزيدوا تنفتحوا يوليو عندنا بليس دو بوسيبيليتي ما نقعدوش نخافوش نخاف هذا هو اللي خايف مني ولا هذا خايف مني صح عليه هما اللي كاين اللي هما نخموا في لي ديتاي حنا نهضروا على لي ديتاي باسكو الماتش اللي فات خاصونا لي ديتاي هذو اللي رانا نتحكموا عليهم دوك باسكو الماتش اللي فات نحبوا ولا نكرو هي يو كاش يقولوا الاختيار لو شوا انا لو شوا كنت تكلمت عليه قبل الماتش كنت قلت الميليو تيران ماهوش مقنعني والوقت الماتش كالكو جور ابري 5 جور ابري عطاني الحق باسكو ماشي هذاك وما قبل ما في لي ماتش اميكو كاين سيرتا بوان في الميليو تيران كنا نقولوها احنا ولكن هذا راينا كله هو حر الناس اللي راهي مسؤوله هما حرين من بعد هنا اكيد كونت ياي لو شونجمون امور مشات فيت في الفوتبول تحب ولا تكره سي كوم اون فواتور عندك موتور مليح لو راس يمشي والرواد الدنيا كاع تمشي مي سي با بوسيبل تحدثنا على وسط الميدان قلنا بانه من الممكن جدا انه راح يعتمد على بن دبكه بن ناصر فغولي بين بن دبكه وزرقان من تفضل انت؟ لا ما نفضلش ما تقوليش كنت تفضل لان الام ما نفضلش باش ما نقيسوا حتى واحد خاطرش كنا نتكلموا امر فوتبول الناس تفهمها ولات ولا شغل فاتت الشارع قاعدتك ما نفضلش انا نفضل لاعب انا نعرف واش نعرف ميليو تيرا انا نعرف هكذا الفوتبول ميليو تيرا مديور سي كوم اون ماشين شتاك رايح طالع حابط نعم هذا هو الميليو تيرا هو اللي يجيب كلش كاين دي جوار لي سون بوكو بليس اوفونسيف كاين لي سون اوفونسيف اي ان بو ديفونسيف وكاين اللي يلعب شويه للور بور اسيستي اللي هادو مالي معاه نعم. هذا هو الميليو تيرا لازم يدور والميليو تيرا لازم يكون جينيرالمون انتيليجون تكنيكمون يكون في المستوى باش الكره تمشي مليح واللاعبين صحابو يكونوا اليز نعم. هذا هو الميليو تيرا. امر بدون حساسيه من تفضل في هذه المباراه؟ شوف التفضيل لازم يكون بشروط نعم الشرط الاول هو وسط الميدان ولا ارضيه الميدان اللي ماشي مليحه نعم. لذلك ماشي مليحه ما تساعدش ان جوار طرو تكنيك واحد كيما زورغان لي تكنيسيان
تكنيسيان معناتها لازم كونترول مليح، لازم التيران يكون مليح، واحد التكنيسيان ما يساعدوش التيران كيما هكذا. احنا درنا راينا وقلنا بلي بندبكة بن ناصر، لان بندبكة بن ناصر سي دي جوار فيزيك اي تكنيك. هذا هو التوظيف. الحاجه تاع الحاجه تاع الشروط فقط. الحاجه الثانيه هو واش تستعمل زورغان نتايا في 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 الناحيه الهجوميه، لانيماسيون اوفونسيف ولانيماسيون ديفونسيف. صرنا مشكل المره اللي فاتت ما بين فغولي وابراهيمي لما ما يعاودوش يديروا لو روبلي ديفونسيف، صرنا مشكل. لذلك دركا عاودنا رجعنا لبندبكا بن ناصر، لانهم ديجا هما ديفونسيفمون هما تروفور بار كونتر زورغان. نعم. موا على هذو الزوج. نعم. لذلك احنا درنا هذا الاختيار فقط من الناحيه الفنيه فقط. نعم. ايضا مثل ما كان يقول عمور، مشاركه كنت تحدثت عليها يوم الخميس الماضي، ومشاركه اعتقد بانه مشاركه زورغان في المباراه الاولى كانت ممكن تعطينا شيء اضافي ما كانش عندنا في مباراه سيراليون. اولا لاعب تقني ممتاز جدا بالكره، يدافع جيدا، عنده طول وبدني قوي ايضا، لانه الان يلعب تقريبا في البطوله البلجيكيه، يعني مهما كان المستوى تاعو شغل كيما يقول لك طلع في المستوى البدني اكثر، يلعب في نعم. في بطوله اقوى من الدوري الجزائري بمراحل ربما. لذلك وجوده كان ممكن يجنبنا ما كنا نراه في الشوط الاول، لما كان يحكي عمار على لو روبلي ديفونسيف تاع فغولي اللي ناقص منافسه وكان مصاب وناقص حتى بدنيا، شفناه في المباراة أنه بعد ذلك توالي دقائق خرج، ربما كان ينقص علينا هذوك الكرات الطايشة اللي كنا نلعبهم في الشوط الأول من محور الدفاع في كل مرة نحو الجناح الأيسر ولا نحو الجناح الأيمن. يا تتكلم على زرقان زرقان زرقان، لازم نعرفوا واش الدور تاع زرقان، وين يكون مليح زرقان، وين يفيدنا زرقان، وين يفيدنا بندبكة وميتال فغولي. بالناصر نعرفوا الدور تاعو ما كان لها نتكلموا عليه، فهمني؟ انا كيما نشوف زرقان يلعب لازم نشوفه هو كيما تقولوا انتم سونتينال، ويعطيو له هو يلعب اون ديفياسيون ويلي لا يريكيبيري لي بال ويمد وكذا، هذا هو الدور تاع زرقان يديرو بيان تري بيان مام، فهمني؟ فبندبكا لا لا بندبكا ويلعب ويديفوندي ويطلع وسي بيان. انا جو سوي بور دي ميليو تيران اللي يطلعوا يحبطوا اللي يطلع، والناس تقول لك قولوا سير بلون ديفونسيف، واش بلون ديفونسيف؟ انا كي يطلع نقولوا مثال بندبكا راهو من الكوتي تاع بن سبعيني او طلع، كاين بن سبعيني راهو روتري، كاين فغولي يدخل، كاين لارير دروا سكون ابيل انجليزمون، هذا يجليسي هذا يجليسي، مين لازم يلعبوا يتشاركوا، لازم يشاركوا. نعم شيخ، في الهجوم الجميع يتحدث عن الثنائية التي لا تعرف الرحمة، الثنائية التي قصفت كل المنافسين، بالليلي بنجح، ألا تعتقد بأنه بالليلي كان كاليتيم وحده في المباراة الأولى لأنه ما كانش معه بنجح، وبنجح أيضا يفقد الكثير من فعاليته لما ما يكونش أمامه بالليلي، ألا تعتقد بأنه هذين اللاعبين يجب أن يلعب منذ البداية؟ شوف أنا على حسب رأيي البنجاح كما راك تقول بار مومو كان راهو ايتيم، لانه يستنى موالف بالليلي اللي يلعب معاه. نعم. يعطي له سير لي سونتر ولا يخرجوا في الاخر ولا يتكى عليه باش يدير عنده وكذا. هنا هنايا نعطي لك البيان وعطيته لكم شحال من خطره، باسكو لي زوتر ميليو تيرا ما داروش الدور تاعهم لي ماتش اللي فاتوا. نعم. لو كان هما يديروا الدور خطره بالليلي يمد البنجاح، خطره اكس يمد البونجح في الترو، خطره يتكى عليه انا ميليتيرا نجي نعطي البونجح ونروح ندوموندي، لا بونجح ينجم يماركي خاطرش سكون ابل لو رولي هذا كينجم يرجع له، ينجم يعطي المحرز يرجع له. فوتبول سي سا سي دلانتيليجونس، ولا دوكا بونجح يلعب ولا ما جاش بالليلي ما يجيش البال، سوف بارفوا محرز مليه يعطي له دي بال هذو كونكلوش سير لي سونتر ملاح، مي اون دور دو سا لازم الاخرين يلعبوا معاه. وانا نصيحه نقول له بنجح ما تحوش تحوس هات برك تماركي تجري برك كيما الماتش اللي فات هذيك اللي خرج وحده، خرجوا محرز اللي خرجوا وحده بلا ما شاف ضرب هذاك ليكسي هذيك او حابي ماركي التماتيك تما يفالي تحبس كالكو سكوند فراكسيون دو سكوند باش تشوف وين راه الديفونس وين راه الجول وين راه الديفونسور وين راه صحاب في هذيك لا فراكسيون دو سكوند تم ديسيدي هو ضرب برك الوغ كو ما قاساش مليح والجول في الكاجا تاعو. نعم هذه يحبي ماركي ما ماركيش
اعطيت صحابك ماركوس كيلي ماركت كيف كيف. نعم عمار، هل تتوقع مباراه صعبه ومغلقه ام تتوقع ان شاء الله مباراه مفتوحه ومليئه بالاهداف؟ هي على حسب البدايه تاعها، بدايه العشرين دقيقه الاولى نضم اللي راح تحكم لنا على باقي المقابله. تصور اذا المنتخب الوطني الجزائري ما سجلش حتى ال 20 دقيقه 25 دقيقه نضم اللي الامر راح يزيد صعاب. دير في بالك باللي كل ما يزيد الوقت كل ما نتفكروا المقابله الاولى تاع سيراليون، دائما دير في بالك باللي راح تدير 0-0 اللي شاك راح يكون. وتصور لو في ال 20 دقيقه الاولى سجلنا هدف ولا في ال 10 دقائق ولا سجلنا هدف دوبلي الامور راح تتفتح. ومنتخب غينيا راح ما عنده حتى لانه خاسر المقابله الاولى لازم يخرج ويخلي مساحات. المساحات وشكون اللي راح يحتاجها؟ نحتاجها احنا. نعم لما نحتاجها راح نسجلوا اهداف على السؤال الجهه اليمنى او الجهه اليسرى اللي نضم لاقوياء في الجهتين نضم. نعم ميدو توقعك للنتيجه النهائيه قبل ان نمر للفاصل. 3-0 3-0 مهم الفوز فقط، مهم الفوز واداء مليح اللي ممكن يخلي يشعرنا باللي المنتخب هذا عاود ولا بعد الكبوة هذيك المقابله الاولى. بن شيخ انا ليا المهم كما قال عمور نفوزوا. اللي علاش نفوزوا برك ما لعبناش مليح نفوزوا لان الملعب اللي راح يديرنا مشاكل، الملعب عندنا فيه مشاكل ليسونسيال نفوزوا. ونتمنى انا ليا نتمنى نكونوا دوزيام بلاس باش نلعبوا في ملعب وين لو تيران يكون طابي، باسكو تخرج دوزيام على حسب ما قلتوا لنا مع نيجيريا تلعب لا 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 لمبي مالي تروح تلعب مع مالي او تونس اغلب الظن مالي لانه مالي فازت على تونس في اللقاء. ايه تلعب طيح مع المالي مالي في الملعب لمبي وهما يقول لك ما جينا قالنا الجيري كيما تخمم انت يخمموا هما. بصح عندنا افونتاج عندنا تيران براتيك بيار طابي والاخر مليها طيح مع مرسوقا ما صحيح كنت خرج في رومي طيح مع مصر طيح مصر ما تحقرش مصر باسكو رانا نشوفوهم اليوم هم لعبوا مقابله خير من اللي فاتت. نعم فهمني دونك مصر معنا راهم يفون ردوبلي ديفور ولهذا انا ما نتكلش على الادفيرسير. الادفيرسير ما يهمنيش انا، يهمني ليكيب تاعنا هي اللي تهمني. نعم علي بن شيخ مضطرين لتوديعك، نتركك ترتاح قليلا ونستقبل بعد هذا الفاصل نقد الرياضي محمد لمين بن شبير والاعلامي المصري حمدي شجاع. بن شيخ شكرا جزيلا لك. ميرسي يعطيكم الصحة. شكرا جزيلا مشاهدي الأفاضل، برنامجنا متواصل، سنلتقي بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدي الافاضل من جديد، انتم معنا في برنامج في قلب الكام. في هذا الجزء الاخير نستقبل لكم النقد الرياضي المعروف محمد لمين بن شبير. اهلا وسهلا بك امين. شكرا على الاستضافه. ومعنا ايضا الاعلامي المصري حمدي شجيع. اهلا وسهلا بك استاذ حمدي. اهلا بك محمد. اهلا وسهلا بكم مشاهدي الافاضل من جديد. اذا بما ان الزميلين بن شبير وحمدي التحق بنا وهما اللذين كان يشاهدا مباراه مصر مع غينيا بيساو، ماذا حدث في هذا اللقاء امين؟ فاز المنتخب المصري بصعوبه بالغه. اول لقطه اعتقد اول لقطه بكل تاكيد في الشوط الثاني بعد مرور تقريبا 20 دقيقه من انطلاق الشوط الثاني. اول لقطه 25 دقيقه أول لقطة سجل المنتخب المصري بعد خطأ فادح من المراقبة أو من الدفاع في مراقبة محمد صلاح الذي وجد نفسه في وضعية جد مريحة، سدد على إثرها بالقدم اليسرى وضع الكرة داخل الشباك. لكن رغم هذا الفوز نبارك على كل حال للجماهير المصرية، ولكن الأداء كان غير مقنع تماما. المنتخب المصري أعتقد أنه مطالب بإيجاد التوليفة المناسبة. اليوم على غرار المباراة الأولى المنتخب المصري كان مهلهلا لوهلة تكاد تجزم أن هذا المنتخب لو يواجه واحدا من المنتخبات القوية في إفريقيا أو في الدور الثاني مثلا إن تأهل بحول الله تعالى فسيجد صعوبات كبيرة جدا إن بقي بمثل هذا الأداء. قلت أمين في الحلقة الماضية بأن المنتخب المصري ضعيف، هل ما زلت على رأيك أم أنك قد غيرت رأيك اليوم بعدما شاهدته يفوز على منتخب غينيا بيساو؟ لا لم أغير رأيي محمد. المنتخب المصري ضعيف لو بقي بهذا الأداء
من الممكن أن يتأهل إلى غاية المباراة النهائية ويفوز بالكأس بهذا الأداء. فكرة القدم المفاجآت فيها واردة. الكثير يذكر كيف تأهلت إيطاليا في كأس العالم 2006. دائما المنتخبات المنافسة تلعب أحسن من إيطاليا، ولكن إيطاليا تدافع، تنطلق في الهجمات المعاكسة، وفي آخر المطاف توجت باللقب بكأس العالم. لذلك حتى إن توجت مصر بهذه الكأس بهذا الأداء فسأبقى على رأيي، هذا لا يغير من الأمر شيء. أن اليوم شاهدت منتخبا ضعيفا لا يستطيع مقاومة الكبار، رغم أن المنتخب الغيني كان منتخبا أيضا ضعيفا محمد، منتخب ضعيف لا يملك أسماء كبيرة، إلا أنه شكل الكثير من الخطورة على مرمى المنتخب المصري، وخصوصا في الشوط الثاني كان أحسن من المنتخب المصري. وحتى لقطة الهدف الحكم كان قادرا على التغاضي على اللقطة واحتساب الهدف بطريقة عادية، كان احتكاك بسيط بين المهاجم والمدافع، المدافع مسك المهاجم، والمهاجم بدوره بطريقة طبيعية أراد أن ينفلت من المدافع، في آخر سجل هدفا جميلا جدا مهاجم غينيا بيساو. في آخر المطاف عاد الحكم إلى تقنية الفار وألغى الهدف. أنا في اعتقادي حكم آخر كان ليحتسب هذا الهدف. نعم، قبل أن نستمع لرأي الإعلام المصري حمدي شجيع، نتابع كيف شاهد حمدي شجيع المباراة هنا في مقر الهداف من غرفة البث، هو والزميل محمد لمين بن شبير، وكيف تفاعل مع لقطات المنتخب المصري خاصة مع الهدف. ما مرام متفوقين بهدف من الأداء. أنا بصح في الآخر تمام. أول أسمعني، أول فرصة في الشوط الثاني، أول فرصة حقيقية. وش كان؟ سجلوها. وش كان راح يقول بن شبير؟ كان يستنى يخلص الماتش يقول لك أنا قلت لك الماتش هذا ضع مباراة منتخب المصري ضعيف جدا. شوف تتحوس على أي حاجة توقف بتاع. قلت لك الماتش ده استعادت ثقة. استعادت. يا رجل بكاش الأداء. الأداء مش حلو مش عاجبني. ولكن هو هدف السهل. أسمعني غينيا معليش أكون فايزين. غينيا أحسن من كوب في الشوط الثاني. أول فرصة في الدقيقة صبرتو. لا لو كان في ثلاث أربع فرص في الشوط الأول. رانا نهدر على الشوط الثاني. دقيقة 68 إلى غير دقيقة 68 ولا فرصة انت راك تشوف في دولة مصر بيا خلينا من الاخر ولا فرصة راني معك صح مني ولا فرصة حقيقية دوك تشوف الثاني يخلص بالدوزيام ان شاء الله يخلص بالدوزيام دوك تشوف اسمع هذا لا يغير من الامر من الواقع شيء هو الاداء انا معك مش عاجبني الاداء مش عاجبني مستفز يعني هكذا تلحقوا الدور الثاني ولكن عسى ان هو الجون ده يحرك فيهم الدم شويه شوف تطلعوا الدور الثاني تطيحوا مع فريق محترم شويه ما تقدروا تروحوا بنتيجه عريضه المنتخب المصري المنتخب الجزائري كامل شايفهم ما يلعبوش لا والله والو اسمع المنتخب الجزائري ما حمدي قبلك شويه بن شابر هو اول ما جال هدف بتاع غينيا بتاع ماما بالدي وبعدين قام بطريقه مستفزه اللي خد بالك ده بعدها يعني انت ما شفتش هو عمل ايه ما كانش الموضوع اتصور ولعب لي على المورال بطريقه يعني خلاص يا ابني مش ولا هرمي فيك التليفون الله يرحمك اللي يروح التليفون يختيني وبتاع مش على جال خساره وبتاع يعني فطبعا قد ايه الموضوع بيبقى هذه في هدف تعادل لالغاء الحكم بعد ما شفت الدار حاله شغل الجزائر خدت كاس افريقيا والله العظيم فرحت ازاي فهمتني ده خلاص قلب الدنيا يعني فهمت يا ابني روح يا ابني خليني وانا عمال اسمع اشوف اللي يا ابني ما حبش يسكت انا ما نحبش نتقلق في الكوره ما نحبش اتعصب في الكوره مهما كان لا والله يا حبيبي ولا يكون في خلاف والله العظيم كنت نستفزك فقط انا يعرفوني هو ميدو يحب المصريين ويحب المنتخب المصري راهو اخي ومولفين كيلعبوا هو يحب برشلونه انا نحب ريال مدريد بص هو والله ما يستفزني هو عاقل انا نهبله نحب ندير هذاك الحماس لا ما انت كنت نحوس نستفزك لا عادي هو فكره جالي في اخر المطاف والله غير سعيد جدا بفوز المنتخب المصري انا في رايي لا والله والله سعيد والله سعيد والله سعيد لما الحكم لغى الهدف اجتك القنطه مكمله ما تخربل خلينا انا من يعني الفائده ليا كي يطلع المنتخب المصري لانه المنتخب المصري احسن من لا انت مش فايده لي انا هقول لك ليه مش فايده ليك لان انت لو طلع المنتخب المصري انت ماذا بيك ما يطلعش مش عشان المنتخب المصري لا. طبعا انا عارف انك ما تتمناش الخساره لي لكن عشان تؤكد بقى الراي السديد المديد لا رأي سديد شبير انا قلت انه ضعيف ثانيه واحده خليني اتكلم اقول لك اول حاجه انا خليته يتكلم بمنتهى الاريحيه ويقول المنتخب ضعيف كررها مرارا وتكرارا عشان ادي رساله للجمهور في حاجه انا ضد قدسيه المنتخبات
معلش أنهينا دوري التوعوي كصحفي وكإعلامي. نعم. لأنه بعض الناس إن أعلم لو أنا أتحدث وأكرر أن المنتخب الجزائري ضعيف بهذه الطريقة لاستشاط الكثير من الجمهور الجزائري. صح. وهذا ما أود أن الجميع يثبت عليه. مهما كان المنتخب المصري المنتخب الجزائري كل المنتخبات العربية ليست بالعقيدة الإسلامية التي انت الرد عليها والانتقادها هو الخروج من الملة. خلاص أي ما كان سواء كان أداء وكان الرأي كان صحيح أو صائب. الحاجة الثانية هو بينقد نفسه في نفس الوقت والحلقة اللي فاتت قال إن المنتخب المصري ضعيف جدا جدا وجا كل مرة وفي نفس الوقت بيستنى بيقول النهاردة طب ما لعبش كويس طب أنت ليه مستني يلعب كويس ما أنت شايفه ضعيف جدا جدا يعني ده الطبيعي ان هو يكون اداؤه انت جاي النهارده وكنت بتقول لا كان المفروض يلعب احسن من كده المفروض ليه ما انت شايفه ضعيف جدا لا جدا هذا تاكيد قلت لك مباراه اليوم تاكيد الكلام لا 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 لم حتى يكن لو ضعيف فزتوا اسمع لم حتى يكن لو ضعيف حتى لو شوف مجدي ولا الان حمدي حمدي اكمل وجهه نظري وبعدين خلينا نكمل اتفضل خلينا نتفق ان اداء المنتخب المصري النهارده لا مش هقول لك اداء جيد ولا اداء غير مرضي عنه اداء غير مرضي عنه ولكن في كل الاحوال اهميه مباراه النهارده اول حاجه المنتخب المصري بدا يستعيد الثقه هذه رقم واحد الحاجه الثانيه انه ناخد النقاط الايجابيه هنا دلوقتي تحصل على ثلاث نقاط النهارده حتى يكون ان هو رقم 2 في المجموعه بتاعته شفنا تغييرات كيروش النهاردة أعتقد أن الرأي العام في مصر هيهدأ النهاردة شوية ولكن بالنسبة للمنتخب نفسه أو لكيروش نفسه أعتقد أنه خلاص بمباراة النهاردة استنفذ فرص التجارب نعم. خلاص عدت مباراة نيجيريا عدت مباراة النهاردة أنت عملت تغييراتك رجع صلاح في المكان بتاعه شفنا فرص كتيرة جدا اللي بيقول لك في الشوط الأول كان ضعيف بالعكس كان في فرص قوية جدا في الشوط الأول في الشوط الثاني على مدار الماتش كله كان حوالي أكتر من 18 فرصة للمنتخب المصري مش هنقول غينيا ما لعبتش لعبت كان بيلعبوا حتى الهدف اللي اتلغى كان هدف رائع جدا انا في رايي كان هدف كويس جدا نعم. ولكنه اتلغى زي ما هو اتلغى بلغه الفار وبلغه التحكيم زي ما برضو كان ممكن يكون في ضربه جزاء مستحقه وكان في كارت احمر مثلا في الشوط الاول نعم. ومع ذلك اتلغى فانا اعتبرها واحده بواحده صح. فهمتني لكن انا هترجع في كل القصه دي في الاول والاخر لغه الكوره فاز وخاسر ولا تعادل نعم. المنتخب المصري فاز النهارده كان في عنده اداء تطور شوية عن المستوى اللي فات لكنه برضو ليس الأداء اللي احنا نقول اللي كان مرجو كنا محتاجين على الأقل 2-0 في هذا نعم. المباراة ونقول تاني خلينا ينذر بحاجة تانية بعد مباراة غينيا بتاع بيساو النهاردة وبعد مباراة كمان سيراليون يقول ان المنتخبات الأفريقية دلوقتي بدأت تتطور بدأت مستواها يعلى عن صح. المستويات السابقة اللي احنا كنا بنظرها باستهانة لا مستواها أعلى كتير نتمنى إن شاء الله تكون دي انطلاقة نعم. لبعد كده الأمور الثانية بقى اللعب سنتحدث عنها بعد قليل ولكن يجب أن نشير بأن الحكم الذي ألغى الهدف هدف تعادل الذي سجله غينيا بيساو هو الحكم الجزائري الغربال الذي أدار مباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو في بطولة أمم إفريقيا الغربال هو الذي نادى على حكم الساحة وطلب منه أن يلغي الحكم بحجة وجود خطأ طبعا انتما كنتم قول يا بن شبيب بعده الحكم الجزائري ما يعرفش يحكم لا لا والله يكون بابل اذا هو الحكم انا كي تكون امين في رايك هل الهدف صحيح شوف هو يقدر هي تكون سلطه تقديريه للحكم نعم. انا شفتها بالاحتكاك بسيط بين المهاجم والمدافع المدافع مسك المهاجم والمهاجم حاول يتخلص من هذاك المسك من المدافع بعد المدافع سقطوا ماشي المهاجم اللي طيح في اعتقادك هدف احتكاك بسيط لا هدف جميل جدا هدف, هدف جميل لو احتسب خلينا من هدف جميل او هدف بشع هدف صحيح هدف خطأ انا في اعتقادي هدف صحيح, هدف صحيح. ثانيا فقط لأرد فقط على حمدي اعطى ارقام مغلوطة قبل قليل قال لك في الشوط الاول 18 فرصة للمنتخب المصري لا قلت لك الماتش كله لا قلت الشوط الاول لا لا قلت الماتش كله اكثر من 18 فرصة يجي الفيديو انت كل حلقه تيجي تقول كاين الفيديو بس على بالك ما عندناش نقطه روح الفار روح الفار روح الفار لا 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 انا دقيق في كلامه وترجع للفيديو قلت حوالي اكثر من 18 17 فرصه 17 فرصه 17 فقط بالتقريب يعني هل انت سامحني ما نكمل 17 فرصه منها اربعه فقط نحو نعم داخل امين حمدي سؤال صريح ووجيه ومباشر بطبيعه الحال انت سعيد وراضي عن النتيجه هذا ما فيش كلام هل انت سعيد وراضي بالاداء لا طبعا لست سعيد لا لا وانا انا سعيد الفوز لكن مش راضي عن النتيجه
حتى النتيجه لست راضي. لا لا طبعا على الاطلاق، لانه كان في على الاقل 11 فرصه على ما اعتقد في الشوط الاول كان يمكن تسديد اهداف جيده منها، كان في تسديدات كويسه جدا سواء لصلاح ولا عمر مرموش، كلها تسديدات كان ممكن ان هي تحقق اهداف قويه جدا، لكن في الاول والاخر النتيجه غير مرضي عنها على الاطلاق. سعيد بالفوز، سعيد بالرقم، سعيد بالتطور النسبي مقارنه بالمباراه الثانيه، مع اختلاف طبعا والتباين الشديد كبير ما بين غينيا بيساو ونيجيريا طبعا في فرق كبير. واسعد سعادتي فوق الموضوع ده كله عشان ما شمتش بن شبير فيا، فهمتني؟ هو الفوز بتاعي معاه. عبد العمور، محمد صلاح يضع بصمته الاولى في عهد كيروش. محمد صلاح انهى عقمه وصيامه التهديفي الذي دام 7 مباريات كامله لم يسجل فيها لمنتخب الفراعنه. اليوم عوده صلاح للتسجيل هي بشرى ساره لكل المصريين. صلاح وصل الى 46 هدف مع المنتخب المصري. الحمد لله انضم لصلاح، يرجع من مقابله لمقابله واداء تاعو يتطور مقارنه بالمقابله الاولى. واش معه واش تكلموا في المقابله هذه الثانيه، انضم لصلاح طور المستوى تاعو. لكن المشكل في المنتخب المصري هو الاعتماد على صلاح في جميع الهجمات، الاعتماد على صلاح لانه اللاعب اللي يكمل دائما الهجمه، المسجل الاهداف. اذا ما سجل صلاح الفريق يدخل في دوامه ويدخل في مشكل تكتيكي. ما لازمش يتعاود صلاح مع المنتخب المصري ما تعاود ميسي مع المنتخب الارجنتيني في واحد الوقت، وين كان المنتخب الارجنتيني يعتمد على ميسي فقط في التسجيل، ولما المنتخب المنافس يضيق الخناق على ميسي منتخب الارجنتيني ما تشوفوش. لذلك لازم المنتخب المصري يلقى حلول اخرى غير صلاح. نعم ميدو، صلاح لم يسجل منذ 10 أشهر تقريبا، آخر هدف سجله كان ضد الجزر الرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا الماضية. منذ ذلك الحين الرجل لم يسجل، لعب 4 مباريات تحت قيادة كيروش، قدم 3 تمريرات سيما ولكنه لم يسجل. فك العقدة الهجومية لصلاح، هل هي فك عقدة كل المنتخب المصري؟ أكيد تحرر صلاح وتحرر المنتخب المصري، لأنه النجم الأول في المنتخب يبقى محمد صلاح، لاعب المعول عليه دائما ليفك كما يقول كيسهل المباريات بالنسبة للمنتخب المصري هو دائما محمد صلاح، بالإضافة إلى اللاعبين الآخرين. اليوم المنتخب المصري مثل ما قال حمدي شجاع، المهم كان انتصار 3 نقاط، البقاء في المنافسة، لأنه تصور اليوم المنتخب المصري لو تعادل كانت الأمور ستصعب أكثر فأكثر. صحيح المباراة الأخيرة أمام منتخب سوداني خلينا نقول لا حول ولا قوة لحد الآن في أول مبارتين، لكن أحكام الكرة غريبة. لذلك اليوم بفوزه أعتقد بأنه أصبح على بعد نقطة واحدة ربما من التأهل في المركز الثاني، على أقل شيء يعني التأهل كصاحب مركز ثاني أو أفضل منتخب، أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث. لذلك فوزه اليوم فوز مهم جدا، ما تهمش ربما نشاط الرأي في هذا الشيء، ما تهمش الطريقة، ما يهمش من سجل وكم كانت النتيجة، لكن أعتقد بأنه بعد الخسارة الأولى من منتخب نيجيريا والانتقادات اللاذعة والمشاكل أعتقد بأن الزوبعة ستهدأ قليلا، لأنه في حال لو سجل لا قدر الله المنتخب المصري كان تعثر اليوم كانت تزيد الزوبعة أكثر فأكثر وتزيد المشاكل حول المنتخب المصري أكثر فأكثر. لذلك فوز كما يقول لك فوز لهنا اليوم للمنتخب المصري. عمار عمور، اليوم شهدنا 4 تغييرات تكتيكية في المنتخب المصري وإعادة صلاح إلى الجهة اليمنى بعدما شارك كرأس حربة في المباراة الأولى أمام نيجيريا. طبيعة الحال نني ظهر على الجهة اليمنى، دخول عبد الله السعيد ليلعب، حتى كاين اليوم كاين عدم توظيف الجيد كذلك لبعض اللاعبين. عبد الله السعيد يلعب كوسط ميدان هجومي، اليوم شفناه على نفس تقريبا نفس الخط مع السولية. في اللوح الالكتروني كنت هدرت على هذه التغييرات. السولية والجهه اليمنى النني، ولما تكون الكره عند المنتخب المصري يبقى السولية كسنتينال، الجهه اليمنى النني اللي لا يحسن الذهاب للامام لانه وسط ميدان دفاعي، والجهه اليسرى عبد الله السعيد. في الهجوم شفنا ثلاثي الهجوم، شفنا رجوع صلاح الى الجهه اليمنى وهذا ما اعطى بالك دفع اخر وسرعة وريتم آخر المنتخب المصري على حسب كل حال الجماعة. مصطفى محمد لاعب غلاتا سراي رجع للمكان تاعو الأصلي، هو رأس حربة. مرموش لعب على الجهة اليسرى لأنه في شتوتغارت
يلعب كرأس حربة ويلعب كمهاجم ثاني دائما مع المهاجم ولا يلعب كثيرا في شتوتغارت ولا يلعب، ولكن لما يلعب يقدم مستويات ممتازة، سواء يكون دائما مر الهجمة وينباس ديسيزيف للتبريرة الحاسمة أو يسجل أهداف، لكنه مقل في تسجيل الأهداف. هذه التغييرات نظن بلي أثرت على شوية على مستوى المنتخب ولا أداء المنتخب المصري، ولازم الناخب المصري لازم يلقى الحلول خاصة في المقابلات القادمة. نعم حمدي، المنتخب المصري اليوم بغض النظر عن الأداء والنتيجة ما زالت تنتظره مباراة أخرى أمام السودان. محمد صلاح في نهاية المباراة قال كل المباريات صعبة ويجب علينا الفوز على السودان في المباراة الأخيرة، لكن حتى بالفوز على السودان القطار قد فاتكم، لأن نيجيريا اليوم فازت على السودان هي الأخرى بثلاث أهداف كاملة مقابل هدف واحد، ويكفيها نقطة التعادل في المباراة الأخيرة حتى تتصدر المجموعة. تصدر المجموعة؟ نعم. لا هي تصدر مجموعة خلاص، أعتقد الموضوع مفروغ منه. نعم. يعني خلاص منتهي، ولكن هي حسنة اليوم قلنا أنه هي مصر تكون في المرتبة الثانية في المجموعة. صلاح النهاردة بعد الماتش هو يعني كان واقعي جدا، يعني قال ان احنا بدأنا نتحرك، ولكن في كل الأحوال هو نفسه ما كانش راضي عن الأداء، قال انه حتى في الشوط الثاني يعني كان لعب معانا الحظ شوية، فهمني. يعني شيء كويس جدا انك بتلعب، لكن في نفس الوقت عارف الأداء اللي انت قدمته عامل ازاي، وايه النقاط النقص اللي انت قدمتها في المباراة، وايه نقاط القوة اللي انت قدمتها. بصراحة النهاردة الماتش بغض النظر يعني فكرة تصدر المجموعة ده موضوع خلاص احنا خارج من ايدينا، هو الفكرة انه على اساس ان هو المباراة الجاية تكون أداء افضل بكتير. طبعا السودان مش هيكون، ما اعتقدش يعني مستحيل راح يكون افضل من غينيا، لكن من اسمح لي حمدي من مساوئ الحصول على المركز الثاني أنك تغادر مدينة جاروة باتجاه مدينة دوالا لمواجهة إما المنتخب الجزائري وإما المنتخب الإيفواري. أنا بتكلم فكرة إن حاجة خلاص يعني ما هو ده الواقع، هي دي الكورة. نعم. هي خارج يعني هو دلوقتي يعني لو فاز النهاردة على غينيا بخمسة صفر حتى كان هيغير في النتيجة حاجة؟ لا خلاص، هي نيجيريا تصدرت المجموعة، فالكلام ده كله أنت المفروض يعني كمنتخب تعمل حسابك عليه من الأول. الفكرة دلوقتي بقى إيه؟ تدارك المباريات اللي جايه، وممكن مهما كانت الفوارق، ما احنا شفنا الجزائر تعادلت مع مصر وبعدين ما تصدرتش المجموعه بتاعتها، ومع ذلك هي اللي حصلت على كاس العرب. مباراه السودان ايضا ستكون صعبه، لان السودان لماذا امن السودان ايضا قد يصعد كثالث احسن. السودان هتكون مباراه صعبه على مصر. نعم يستطيع. نعم صعبه ديربي. اولا لانه ديربي مصري ديربي دائما صعبه، ثانيا لأن السودان سيطمع هو أيضا منطقيا ورياضيا، السودان يستطيع أن يحتل المركز الثالث في المجموعة إذا فاز على مصر. نعم. أنت شايف أن المنتخب السودان ممكن تفوز على مصر؟ نحن نقول من منطق كرة القدم كل شيء وارد. وش من منطق يقول أنك تقول لي أنا مع تدهور المنتخب المصري دلوقتي أنك تقول لي السودان تربح مصر اللي هي كسبتها كان في كأس العرب 4 تقريبا؟ لا خمسة. خمسة ماشي، الجزائر كسبتها 4. نعم. فهمني؟ وبعدين تقول لي أنت عندك مناطق لكرة القدم مش عارف جايبها منين المنطق بتاعك. والله العظيم قول. أمين المباراة الرجل يقول كلام سليم. ما زلنا هدرت أنا. لا لا لا. لا نقول لك علاش يقول كلام سليم. أمين. نقول لك علاش سليم خلاص. نقول لك علاش. لأنه ضربك بالدليل أمين. قال لك منذ شهرين فقط، ليس منذ عامين أو أربع سنوات أو عشر سنوات، منذ شهرين فقط. التقى. ما كانش في صلاح. نعم. التقى المنتخب المصري. التقى المنتخب المصري منقوص من أهم اثنين أو ثلاثة من أبرز لاعبيه مع المنتخب السوداني في قطر، والمنتخب السوداني كان يعني بكامل عناصره الأساسية، وانتهت النتيجة 5-0. وانت اليوم تقول له لما التحق صلاح والتحق النني والتحق الكثير من اللاعبين تقول له السودان ممكن ستفوز عليكم في آخر مباراة. منطقيا ممكن تفوز محمد، راني أقول لك رياضيا. أيه هو منطقيا هو إيه؟ المنطق ده حاجة يندرج تحته مسببات اللي هي إيه؟ اديني كده عوامل تقنية تقول إنه السودان يقدر. السيناريو اللي ممكن السودان مش تفوز تتعادل حتى. هقول لي تفضل. دورة مغلقة أخي العزيز، حتى مالاوي كنت تقولوا إنه سيراليون كنت تقولوا إنه الجزائر ستفوز عليها بنتيجة كبيرة، هذا منطقيا. سيراليون أنا نشوفها أقوى من السودان. إيه سامحني. سيراليون أقوى من السودان. خليني أكمل. تفضل. من فضلك.
كنت تقولوا باللي الجزائر راح تفوز على سيرا، انت قلتها، قلت انايا مستحيل نقول باللي سيراليون راح دير تعادل مع المنتخب الوطني الجزائري منطقيا علميا رياضيا. لكن ما وصلش طموحي، انا اسمح لك بس الجزئيه دي، انا ما وصلش بيا التوقع ان انا اقول لك سيراليون كان ممكن تفوز على الجزائر. مش للدرجه دي، انا مانيش نقول لك السودان راح تفوز على الجزائر. ما تتوقع ان يتاهل لك المجموعه؟ انا جيت قاطعني، نجي نهضر زيد تقاطعني انت، اذا نجاوب اذا كل ما نجي نهضر زيد تعطي لي سؤال وبعدو هكذا انا نهضر تعطي لي سؤال ونريح. تفضل جاوب. انا نقول لا توقعك لمن يتاهل في هذه المجموعه. معليش انا لم اقل ان السودان ستفوز على مصر، هذه اولا. انا قلت انه بما ان هذه المباراه هي مباراه راح تقاطعني، تفضل. انا اقطعك لحاجه، ما هو انت بتجيب حاجه تفضل. انت لسه بتقول كل شويه شوف الفيديو، انت لسه قايل من شويه ممكن ان السودان تفوز على مصر. ممكن ايه بيصير ممكن، والله العظيم انت هتجنن. متاكد باللي قبل ما انت تقول ممكن وبعد من نص دقيقه بتقول انه مش ممكن؟ ما قلتش. نعطيك سؤال، لا ما قلتش تفوز، خلاص قلت لك السودان راح تفوز على مصر. خليه ممكن اذا ماشي ممكن، اذا راك شفت باللي السودان ماشي ممكن تفوز على الاخر، ما لا تصل بالكاف قول لهم ماك لا ديروا المباراه ولا تعيوا السودان مساكن وتعيوا مصر، راح نفوز والنتيجة معلومة. لا احنا نهضروا كرة قدم، كرة قدم تقول باللي قبل المباراة مصر عندها احتمال تفوز والسودان عندها احتمال تفوز. راني نقول لك بهذا الاحتمال تاع السودان، السودان في راسهم يدخلوا دايرين في بالهم باللي قادرين يفوزوا بالمباراة. اسمعني قادرين يفوزوا بالمباراة، قادرين يدوا ثلاث نقاط، قادرين يطلعوا في مركز ثالث. هذا واش حبيت نقول لك. اسمع، حبيت نقول لك باللي عندهم تحفيز اكبر. ما خرجوش من الدوره السودان، وكان خرجوا من الدوره نقول لك باللي خلاص تقريبا محسومه الامور لصالح المنتخب المصري، بما انه السودان ما عنده حتى تحفيز، راح يلعب من دون اي اهداف ومن دون اي تحفيزات. ولكن بما ان المنتخب السوداني يطمع في النقاط الثلاث ويطمع في المنصب او المركز الثالث في المجموعه، بما انه منتخب غينيا عمل تعادل خاسر، يعني عنده نقطة واحدة، راح يواجه نيجيريا بنسبة كبيرة راح يخسر، وممكن ثاني يدير مفاجأة تبقى واردة في كرة القدم. يعني المنتخب السوداني راح يطمح في المركز الثالث. هذا واش حبيت نقول لك. انا ماشي نقول لك باللي المنتخب السوداني يفوز على المنتخب المصري، انا مستحيل نجي نقول لك يفوز على المنتخب المصري. درتها خطره واحده هذه وما نزيدش نعاودها، درتها في ريال مدريد ومانشستر سيتي هذه روتور وغلطت فيها. امين هو شيء هذا ما كان. انا ما قلتلكش السودان راح تفوز على مصر. انا اقول لك ليه، انت عارف ليه انا بعترض على ارائك في حاجه؟ نعم، وانا قلت لك قبل كده انت اكثر مني درايه في ماشي، لكن انا بعترض على حاجه. انا بشوف ان كل تحليلاتك ترتكز على الاستثناءات وليس الـ المعروف للعامه. المعروف للعامه تيجي تتكلم في كذا فبتكلم فيه، ولكن اقول وفقا للعبه كره القدم ولا المنطق ممكن يحصل كذا. انت تركيزك في كل تحليلاتك بشوفه في خلال حصه ولا اثنين ان هو على الاستثناءات او الامور اللي هي ممكن تحدث بالمصادفه ولا بالحظ ولا الكلام ده، في مباراه مصر الجزائر وسيراليون، في مباراه مصر ونيجيريا، في مباراة مصر وغينيا. فهمني، فأنا طبيعي هذا رأيي. إن أنا أقدم تحليلاتي وفقا لمعطيات كرة القدم. ماشي، بكل ما فيها بشكل تقني دون أي عواطف ولا أي حاجة. وأدرج في نهاية هذا التحليل السيناريوهات المحتملة التي تأتي في المرتبة الثانية وليست في المرتبة الأولى. العموميات، اسمح لي عندي سؤال. إذا سمحت لي عندي سؤال يا أمين من فضلك، إذا سمحت لي عندي سؤال ونريد أن نخرج من هذا الجدل. من تتوقع أن يتأهل في هذه المجموعة، الأول والثاني؟ الأول والثاني. نعم، تأهل نيجيريا ومصر. اخلص، هاو قالك تأهل نيجيريا ومصر؟ توقعي حسبنا خلاص، هذا توقعي. هاو توقعي قالك تتأهل نيجيريا ومصر؟ نجاوبوا فقط على الاستثناء. الاستثناءات اسمع، العموميات للعامة والاستثناءات للمختصين. الاستثناءات ما توقعش تديها من عند العامة، الاستثناءات تديها من عند المختصين اللي يتابعوا كرة القدم ويعرفوا المعطيات، هذوك اللي يقدروا يعطوك الاستثناءات. أما العموميات تقدر تسمعهم في القهوة، ماك لا تجي لهنا تسمع العموميات. يا حمدي من فضلك. ثانية واقفة دي، انا ما اختلفتش معاك. انا اقصد انا كرايي كده كصحفي ماشي في اي مكان، اتحدث عن المنطق العام ثم ياتي في المرتبه الثانيه الاحتمالات. انت بتبدا دائما بالاحتمالات. خلونا نلخصه يا جماعه، خلونا نلخصه. بن شابير يريد ان يقول لك بانه نسبه فوز مصر بهذه المباراه هي نسبه عاليه، ولكن تبقى هذه كره القدم وممكن السودان تفاجئ. نعم، تفاجئ مصر، والسودان ما زالت لديها فرصه، ليست فرصه تاهل في المركز الثالث امين، وانما فرصه تاهل في المركز الثاني. نعم، لانه السودان اذا فازت على مصر تصبح باربع نقاط، مصر بثلاث نقاط، والسودان تتاهل في المركز الثاني اذا
افترضنا أن نيجيريا ستتعادل أو ستفوز بالمباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو وهذا الأقرب إلى المنطق. نمر إليك عمار عمور، يعني الإصابات تنهش جسد المنتخب المصري بعد إصابة أكرم توفيق وأحمد فتوح في المباراة الأولى، اليوم خروج محمود حمدي الونش بين شوطي المباراة. رغم أن الجهة اليمنى نظن بلي تضررت كثير من المنتخب المصري، ولكن الجهة اليسرى نظن بدخول أشرف لاعب الأهلي أعطى شوية واحد الدعم خاصة من الناحية الدفاعية للدفاع المنتخب المصري ما تأثرتش كثير. الوينش نظن بلي كاين تكامل بينه وبين حجازي في وسط الدفاع، نظن بلي راح يخلي على الأقل راح يخلي فراغ في وسط الدفاع، وهذا نظن بلي أي لاعب راح يجي يلعب ممكن راح يلعب مقابلة كبيرة، ولكن التكامل راح ينقص في دفاع المنتخب المصري. نعم ميدو، سأسألك عن ميدو، لكن سأسألك عن ميدو المصري وتصريحاته المثيرة للجدل أمس عندما قال بأني اتفقت أو تآمرت بين مزدوجتين قلنا ما قالش تآمرت وقال اتفقت، ولكن هذا الاتفاق يعتبر مؤامرة. أنت شوف في رأيك، لكن ما تقولش تآمرت، هو ما قالش تآمرت. أنا قلت بأنه قال اتفقت أو بين مزدوجتين ولم يقل تحديدا كما نص ورد سواء في كتير في البتاع أنه هو اتفقنا على إقصاء المنتخب الجزائري. نعم هو لم يرد هذا في الكلام، أنا شفت الحوار. نعم هو ماذا قال؟ قال اتفقت أثناء المباراة مع إيتو ومع سونغ على إتمام المباراة بين مصر والكاميرون عام 2004 وهي آخر مباراة في الدور التصفوي الأول، قال اتفقنا على إتمامها بنتيجة 0-0 وهي النتيجة التي كانت ستؤهلنا معا إلى الدور الثاني في حال خسارة المنتخب الجزائري، وتم تكذيبه النهاردة الجهة الثانية. واليوم نعم واليوم من طرف أحد الصحفيين الكاميرونيين المقربين من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والمقربين من إيتو، هذا الصحفي الكاميروني قال بأن إيتو نفى تماما أن يكون قد اتفق مع ميدو على هذا الأمر، ونفى تماما أن تكون قد ربطته في أي وقت من الأوقات صداقة مع ميدو، وقال بأنه يعرفه معرفة سطحية هكذا. خير والبيداء تعرفني والباقي قاصح صح. ميدو نبدأ بتعليقك على كانت هذا فيه نوع قبل أن نمر إلى كان هو تصريحات أحمد حسام ميدو دائما كما كانت تصريحات قوية في كل التدخلات وتقريبا في الحصص ولا لما يكون سوا كونسلتون ولا انيماتور سي لا ميم شوز، لكن تحدث بتلك الطريقة ربما لماذا في هذا الوقت أولا، لماذا 17 سنة 18 سنة بعد كأس أمم إفريقيا كان قادر يتحدث في ربما في فترات سابقة ما تحدثش، لماذا رد الصحفي الكاميروني ما كان سامويل إيتو أو على لسان سامويل إيتو، هذه أيضا حكاية أخرى. هل العلاقة بين أحمد حسام ميدو وسامويل إيتو لما كانوا لاعبين كانت علاقة قوية؟ ما نظنش، ما لعبوش في فريق واحد، ما كانوش يتلاقوا بزاف كما نقولوا بالعامية، لكن أن تذكر هذه الأمور بين قوسين. هل تعتقد بأن الرجل كان يكذب بصراحة ميدو؟ الآن ما تقدرش تعرف ربي سبحانه اللي يعرف وش كان في النفوس. أنت كتحليلاتك لما استمعت لما قاله ولما استمعت للتكذيب لأي جهة تميل، من صدقت يعني؟ أنا هكذا في هذه الحالة نصدق أحمد حسام ميدو، صدقت لأنه إيتو الآن رئيس الاتحاد الكاميروني أوفيسيال ينفي منصب للمرموق الذي يتقلده الآن، لا يمكن له إلا أن ينفي، كان قادر يسكت ويمر مرور الكرام ويخليها تروح هكذا هدرة فقط وبس، لكن عن طريق صحفي مقرب ليه رد على أحمد حسام ميدو. ما حدث في تلك المرة، لكن أعتقد من كلام ميدو أيضا فيه بعض الأمور كما يقولوا القبائل، شي طيب وشي طيب كتير، تما شوية طايب شوية أخضر، فيه شوية أكاذيب، لأنه قالك المباراة الأخرى كنا ننتظر وتنتهي بصفر مقابل صفر، إحنا كنا خاسرين 2-0 وسجل أشيو مع زيمبابوي، وسجل أشيو كان تقصينا، سجل أشيو برأسية باش تأهلنا، وصفر مقابل صفر هذاك من الجهة الأخرى كما يقولك سؤال ما كلاتش، ما جابش تيمارو. حمدي من نصدق، ميدو أم النفي الكاميروني اليوم؟ زي ما قال ميدو دلوقتي، انت في كل الاحوال سواء اللي يدعي، اولا عايز اشوف هو ميدو، عايز اكد حاجه بس للمشاهد لو سمحت. نعم دي حاجات من شغل يا شغل من 2010 منذ مباراه الفتنه، انا هذا مبدا نهج ماشي عليه، اتمنى انه تصريحات ميدو او غير ميدو صدقت او كانت في غير محلها الا تؤخذ كونها تصريحات من
لاعب، لانه في كثير من او بعض الناس او بعض الجمهور او بعض الصغار السن يقول لك اه ده شوف مصري وكان بيعملوا بتاعه مؤامره على الجزائر، والقصه دي كلها بتاخذ منحى الى تجاه رائحه الفتنه فيه، وانا ضد ذلك تماما. هذه واحده. الامر الثاني هو كان يتكلم على اتفاق بهدف فيه مصلحه للمنتخب المصري باتفاق مع منتخب ثاني، ولا الهدف الرئيسي انا بسالك دلوقتي انه مش مهم مصلحتي انا عايز اقصي الجزائر، هو الاتفاق ضمنيا كان قصده ايه؟ الاتفاق هو اتفاق منافي للاخلاق الرياضيه، سواء كان قصده اقصاء الجزائر او تاهل مصر او اعطاء افضليه لفلان او علان، نحن نتحدث عن اتفاق منافي للاخلاق الرياضيه ونحن نتحدث عن تصريح ايضا يعني وكانه يجاهر بالمعصيه هذا الرجل. انت اتفقت او عملت شيء في الخفاء منافي للروح الرياضيه، ما الفائده ان تطرحه للعلن؟ هذا هو ده اللي انا قصدي عليه هذا هو ما يجب ان نركز عليه، هذا ده اللي انا قصدي عليه. وبالتالي عشان يا جماعه ما ندخلش ما نرجعش في القصه ثانيه بتاعه الزوبعه اللي كانت بتحصل في 2009 ولا حتى شعائر منها، اللي هي في الاول والاخر خلاص استتب واستبان للجميع في مصر وللجزائر. ما اعطيتنيش اجابه حمدي. لا انا ما اعطيتنيش اجابه. لا انا بجاوبك على حاجه اهم من الاجابه دي، حاجه بالنسبه لي مهمه جدا. عن الاجابه وبعدين اعطيني الحاجه الاهم. الاجابه ما اقدرش ادي لك خلاص واحد ادعى ادعاء والثاني كذبه. يبقى انا بالنسبه للروايه بالنسبه لي هل تعتقد ان هذا تصرف سليم؟ انه المره الاولى يتآمر والمره الثانيه يجاهر بالمعصيه؟ هو التصرف في حد ذاته صدقت بقى الرواية أو لم تصدق، يعني كانت صحيحة أو كاذبة. في كل الأحوال من الحماقة الحديث عنها في كل الأحوال، ما تفهمش إيه السبب يعني. يعني غضب الجمهور الجزائري أي مكان ما عندهاش، لكن في كل الأحوال يرد على أحمد حسام ميدو فقط، لانه عشان ما نرجعش يا جماعه نفس القصه. انا بقول ان كاس الامم الافريقيه 2019 اللي كنت مصر على التهرب من الاجابه. لا ما انا جاوبتك لماذا لا تقول بانه الرجل لم يكن عليه لا ان يتفق، لانه هذا الاتفاق منافي لاخلاقيات الرياضه ومنافي لقواعد وقوانين الفيفا، وما كان له ان ازاي كل ما اتفق والطرف الثاني كذبه. يعني انا بقول لك الكلام ده لو ثبت لنا ان هذه الروايه صحيحه فهمتني، ولكن بما ان الطرف الثاني كذب. لكن الاعتراف هو سيد الادله، الرجل معترف. انا ممكن اعترف اقول لك مثلا انت اديتني 10 ملايين وبتاع مش عارف. لا واعترف على نفسه، لم يعترف على الكاميرا. ميدو لم يتهم بانه تآمر، هو اعترف قال باني انا ذهبت الى ايتو، ذهبت الى سونغ وتآمرت، وهو الذي اعترف، هو اعترف على نفسه. ما قالش شوف خليني اقول لك على حاجه، ممكن تصريحاته لم يعي الخطأ فيها ولا المصيبه فيها. اولا هتكلمنا على اخلاقيات الرياضه، ما تكلمش على اخلاقات الرياضه، ما فيش هناك اخلاقيات رياضيه، الكواليس معروفه لدى الجميع سواء كاس العرب وكاس افريقيا ولا كاس العالم حد ذاته. ماشي، وتاريخ الرشاوة والفضائح في كأس الأمم الأفريقية بصفة عامة. لا ما بدافعش عنه، أنا ما بدافعش عنه والله بالعكس. أنا لو في رسالة قدامه أقول له ما الفائدة من تصريحاتك هذه فهمني، إنما مش هحاسبه في الناحية الأخرى. لماذا تقول له انتهي مباشرة؟ ما أنا هقول له انتهي، ما أنا قلت لك التصريح بحد ذاته صدقت الرواية أو خطأت. ماشي، كانت صادقة أو كاذبة، هي حماقة. ما أنا قلت لك الكلام ده ولا أنت مش واخد بالك. خلينا نتحدث بأكثر صراحة. قبل شهرين، اسمح لي ميدو، قبل شهرين سمعنا ل أحمد شوبير، نعم أحمد شوبير يقلل من مستوى المنتخب الجزائري بعد ما قللش بوركينا فاسو، ما قللش. بعدها استمعنا لنادر السيد لاعب دولي مصري سابق قال المنتخب الجزائري مكون من لاعبين كلهم فرنسيين وبلجيك، واليوم نستمع لأحمد حسام ميدو يتحدث ويقول أني تأمرت أو اتفق مع إيتو وسونغ من أجل إقصاء المنتخب الجزائري. هل تعتقد بأنه فيه تحامل من المسؤولين؟ لا ما فيش تحامل يا محمد، وأنا أدعوك كإعلامي عندك نسبة كبيرة من المشاهدين عدم الدق على هذا الوتر الذي قد يثير الفتن عند الناس. لا فهمني، لا 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 لا، أنت تعلم أن هناك يشاهدنا جمهور جزائري. حمدي لما تذكر يا محمد من يدق على الوتر يا حمدي؟ تصريحات
قادمة من مصر. لا لا، الكلمات نفسها في حد ذاتها مثيرة. لما تقول هل شوبير حاول يقلد يا أخي، ده شوبير ردوا عليه. ثواني ثواني، شوبير ردوا عليه حتى سواني. مصريين شوبير ردوا عليه مصريين. خلينا بس حتى لا يفهم ان انا حتى لا نحور الحديث. انا ما ردلكش على ردوا عليه، انا شفت التصريح بتاعه واكلمك عنه. اوكي ما فيش مشكلة، لكن انا لا ادق على اي وتر، انا اتساءل، انا كاعلامي اطرح تساؤل. وانت كاعلامي تعرف لماذا الكلمة مسؤولة. لا انا اتساءل في مستويات مختلفة يا حمدي. انا اتساءل وبعدين اعطيك الفرصة انت من اجل ان ترد وتوضح. طيب خليني، هذا هو ولا لا ادق على اي وتر. نزيد لك حاجة حتى تعرف بان لا ندق على هذا الوتر. لما وثقت ما تعمدتش يعني. لا نقول لك، نعطيك الدليل. بعد تصريحات احمد شوبير جينا هنا في البرنامج، كان معايا محلل، كان معايا بن شابير وكان معايا محلل آخر، قال لي محمد أنا أريد أن كلامه بعيد عن الحقيقة ولا نريد إثارة أي شيء. لكن قلت لك أحمد شوبير تحدث، بعد ذلك تحدث نادر السيد، وأمس تحدث أحمد حسام ميدو. طيب هقول لك على حاجة. أولا في تفاوت كبير جدا وتباين كبير جدا ما بين تصريحات شوبير وأحمد حسام ميدو. أحمد حسام ميدو هتيجي في جيبها يمين شمال هي مصيبة يعني، ملاش أي علاقة. نعم. صدقت أو كذبت أي مكان. أحمد شوبير، والموضوع ده ليس دفاعا عن شوبير، حتى لو في تصريح هنا من التصريحات الجزائرية المثيرة، لما حد بيكلمني من مصر وأدي نفس الدور. نعم. فهمتني؟ لأن أعلم أن هناك مشاهدين هم بيسمعونا بيتفرجوا علينا دلوقتي، هناك من هم مستويات أنت بتخاطب كل الجمهور العام. صحيح. فهمتني؟ والقناة دي في خلال حصتين ثلاثة ما شاء الله شفت شعبيتها. فهمتني؟ فإحنا عشان إيه الكلام؟ شوبير قال بشكل بسيط، لو تستحضر أول كلام قلته في أول حلقة اهو، قال المنتخب المصري ضعيف وضعيف جدا وبتاع. عادي، شوبير ما قالش المنتخب المصري ضعيف جدا، ما قالش المنتخب الجزائري ضعيف جدا، قال المنتخب هو رقم واحد في افريقيا ومحدش يقدر يتكلم في ده، ولكن قال وفقا لكذا كذا كذا هو في المتناول. ودي كرة القدم. نعم. اي فريق في المتناول. انت اللي بتقول نادر السيد ايه؟ ما شفت، ما عرفتش تصريحات نادر السيد، انا ما جاوبش على حاجه ما شفتهاش. فهمتني؟ انا قلت لك ماذا قلت. انت دلوقتي لما تيجي اجابه راح تهرب عايز تروح لحاجه ثانيه. خلينا اكمل لك ماشي. نوصل ان احمد شوبير قال كلام زي ما بيقول، هو بيقول على المنطق والواقع. نعم. ده اللي رجع له، الفرق ليست مقدسة، اللاعبين صلاح ومحرز ليسوا بمقدسين. نعم. هو قال انه الفريق رقم واحد في في افريقيا ولكنه في المتناول. وجهة نظره تصيب او تخطئ، هو محلل رياضي، لكن كل الفرق بلا استثناء في المتناول، هي دي كرة القدم. وإلا زي ما بيقول بن شبير من شوية، ما نلعبش الماتش يا عم، هو هيكسب هيكسب. نعم. أمين إليك الكلمة، تعليقك على تصريحات نادر السيد وكذلك تصريحات ميدو، تفضل. شكرا محمد. هنا في مصر أنت تعلم التوجه الإعلامي في مصر، هناك يركزون كثيرا على الأمور التي تحدث الجدل، لذلك هناك تصدر الكثير من التصريحات المبتذلة، أعتبرها مبتذلة، مثل تصريح ميدو اليوم لم يكن له أي معنى. مش هذا ميدو. الظروف ظرفية. لم يكن له أي معنى. فقط أنا تذكرت أيضا حادثة أعتقد في تصفية كأس العالم 2002 لم كان. تعادلنا معهم في عنابة، هدف مقابل هدف. كان هناك حديث حول حادثة حدثت بين ميدو ورفيق صيفي ولاعب آخر من المنتخب الوطني الجزائري، إذا إن كنت أتذكر، طلب منه أن يسهل المهمة المصري، يسجل أو يسهل المهمة أمام المنتخب المصري، بما أنه المنتخب الجزائري لم يكن معنيا حينها بالتأهل إلى مونديال 2002، ولكن المنتخب الوطني الجزائري نعم مزاير، ربما مزاير، لكن المنتخب الوطني الجزائري فضل اللاعب بكرة رياضية إلى غاية نهاية المباراة، وفي آخر المطاف السنغال هي التي تأهلت. حتى في حال فوز مصر في عنابة ما كانش تأهل، لأن المنتخب السنغالي فاز وكان متقدم بنقطة. نعم، كانوا متمسكين بقشة الأمل اللي بقات لهم في ذلك الوقت في مونديال 2002. أعتقد ربما هذا ما حز في نفس ميدو. نعم. جاءته الفرصة واتته الفرصة من أجل محاولة الإطاحة بالمنتخب الوطني الجزائري بطريقة غير رياضية، بعدما فزنا عليهم بعشر لاعبين كنا منقوصين من خدمات منيري. نعم. الذي ماموني طرد لاعبا ظاهرا أيسر في تلك المباراة، طرد بالبطاقة. نعم. الحمراء. حسين أشو يتذكر الجميع كيف سجل الهدف في مرمى الأشقاء المصريين. الآن انتهى الأمر، أنا مع حمدي، انتهى الأمر. ما كان عليه كان عليه أن يترك الزبالة حاشاكم وعافاكم الله في المزبلة. وأنا أنا أزيد لك بس دي، إن هو كان المفروض، إحنا برضو عايزين نقول حاجة. نعم. مش هو ده برضو أحمد حسام ميدو اللي إحنا من يومين ثلاثة كان بيتكلم على أداء المنتخب الجزائري وكان بيتكلم على الجبل بالماضي؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، أنا أعتقد تصريحه بقى كان صح ولا غلط، أنا في وجهة نظري لو شخص مسؤول في مصر
سأستدعيه ويحاسب على ما أقال. نعم صح. لأن ما قاله ليس إساءة لشخصه ولكن إساءة للمنتخب المصري. نعم. فهمتني؟ نعم. خصوصا أنه 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 ذكر في تصريحه أنه الأمر كان 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 باتفاق جماعي. باتفاق جماعي. كيف يقبل المنتخب؟ أنا لما شفت رد فعل أحمد شوبير عندما استقبل هذا التصريح منه، أنا ما عجبني، وكأنه تصريح عادي. ولكن أنا في رأيي أنا وتركنا له مكانه مسؤول مصري استدعي أرواح، أنت تعالى كده الكلام اللي أنت قلته ده سواء صحيح ولا خطأ يحاسب على هذا الكلام الذي من شأنه أن نعم. يقلل من قيمة المنتخب المصري ويسيء إلى شأنه. نعم، المدرب جمال بالماضي أشار إلى هذه الأمور منذ يومين تقريبا عندما قال بأننا صرنا حديث الجميع ليس فقط في مصر ولكن أيضا في تونس. مثلا نصف الحصص الرياضية الآن في تونس مخصصة درنا لهم سترقاء للمنتخب 2019 يومين هذا ستر لي سبوا المنتخب الوطني للعديد من خاصة أولئك الذين في الفترة الأخيرة شغل حماو البندير مليح، كان واحد الفئة من خلال هجومات معلقين هجومات بلاطوهات وغيرها من الأمور، هذوك اللي علمونا كرة القدم اللي قال لك باللي احنا كنا لكم اللاعبين وعلمناكم البالون معليش احنا رانا انتم ما علمتونا احنا نسبقناكم. بس انا محمد انا عايز كلمة للجمهور الجزائري وليكوا كلكم. ليه دايما بناخد مثلا الاهتمام والتركيز كل المنتخبات مثلا على الجزائر بشكل سلبي؟ بمعنى تشوف مثلا تعليقات يقول لك الهدف الجزائر الحصول على كأس أفريقيا وهدف العرب الفوز على الجزائر، الانشغال بالجزائر، فهمتني؟ انت ليه ما بتاخدش الكلام ده على محمل إيجابي؟ ما هو انت لو مش ناجح ده مش هيحصل. انا دلوقتي شوف يعني هل كل الناس اتفقوا مع حمدي؟ ما في ناس عاملة صفحات باسمي وبيشتموا الناس باسمي سبحان انا الله. والله العظيم باسم حمدي شجيع ويسبوا الناس ويديروا كابتير نفس البتاعه اللي هي مش ويبعدوا. انا بقيت فتره من الفترات الاول كنت بنزعج جدا وبقيت انشر، بعد كده لما الاقي العيال دي ساكته اقول شكلي انا مش شغال كويس، فهمتني؟ وبالتالي حديث الناس عنك مش لازم تنزعج منه، هذا دليل على نجاحك، واي حد يطمح للانتصار على شيء حد ناجح. هذا كلام فيه جزء كبير من الحقيقه، ولذلك ساقتبس من كلامك لاطرح سؤال على عمار عمور. يعني لماذا ناخذ فقط من يتحدث علينا بسلبيه؟ هناك الكثير من المحللين المصريين يتحدثون بايجابيه كبيره عن المنتخب الوطني الجزائري، هناك الكثير من التوانسه يتحدثون باحترام كبير عن المنتخب الجزائري، لماذا نركز فقط على السلبيات وهذا الفتات من الكلمات من أجل أن نصنع به الإعلام؟ لماذا لا نتقبل هذا لأننا أبطال إفريقيا؟ لماذا لا نشكر الناس لأنها تتحدث عنا وتزيدنا عزيمة وإصرار على تحقيق ألقاب أخرى؟ كل حال هذه فاتورة النجاح، فاتورة أي واحد ناجح. نعم. هذه انتقادات ويشوفك في أي لحظة نقص المستوى تاعك النقاد يخرجوا لكم من أي مكان، كل واحد وش كان نهضر على الفريق الوطني الجزائري. ولكن باللي أولا نتكلموا على الفريق الوطني الجزائري باش ما نخرجوش، الناخب الوطني الجزائري يعرف قيمة اللاعبين اللي مثلوا الفريق اللي كونوا الفريق، يعرف مستواهم، يعرف وين يقدر يوصل بالمنتخب هذا، إذا يقدر يوصل بعيد ولا ما يقدرش يوصل بعيد. لذلك الأمور التركيز تاعو كامل على المستوى الفني والبدني والتقني وتحضيره للكأس إفريقيا هذه الدورة المغلقة. نضم بلي حكاية تاع لي ريزو سوسيو نضم بلي مخليهم اكوتي ما كان لا يدخل ليهم، حتى اللاعبين نضم بلي كاين حديث بينه وبين اللاعبين انهم ما يروحوش بزاف ما ينساقوش بزاف وراء الكلام اللي ما يزيد ما ينقص. نضم بلي هاد الحوايج ما يزيدوا ما ينقصوا، بالعكس يدخلوك في واحد الدائره تاع الرد وتاع القصف وتاع جبد تاريخ. نضم بلي بالك ما يدوش بد 2004 ممكن يخرج لاعب جزائري اخر جبد مقابله واحده اخرى بيستنزف تجهيزات هذه نصف النهائي 2010 تكسح هذه الامور راح تدخلنا ممكن في واحد الدائره نحن غنى عنها. احنا فريق عندنا احنا مورا الفريق الوطني الجزائري عندنا دوره مغلقه، عندنا تاج لازم نحافظوا عليه ورايحين باش نحافظوا عليه ولحد ان شاء الله نوصلوا للنهائي ونرجعوه للجزائر ان شاء الله مع اللاعبين هذول مع الناخب هذا ورانا معاه والامور هذول والله ما تهمنا. انا واحد من الناس والله ما تهمني وممكن ما نتصرفش معها بالتصرف اللي تصرفته. نعود اذا لمباريات كره القدم بعدما اخذنا الحديث على ميدو وعلى بعض الاعلاميين وكذلك
عن بعض الأمور الأخرى كان من الواجب الحديث عنها لأنها شغلت بال الرأي العام في الجزائر، ولكننا من هذا البلاطو ندعو الجماهير الجزائرية أن تلتزم بالاحترام وتلتزم دائما بالأخلاق الرياضية ولا ترد بطريقة سيئة حتى على من أساء لنا. على كل حال نعود إلى مباريات كرة القدم ونتحدث عن مباراة نيجيريا اليوم 3-1 أمام السودان. عمار عمور تابعت المباراة، كيف وجدت المنتخب النيجيري؟ تحسن من مباراة مصر أم كان أقل مستوى اليوم؟ نظن الشوط الأول كان الريتم بطيء نوعا ما، ريتم نيجيريا ما كانش متفق مع الريتم اللي فرضوا في الشوط الأول ضد المنتخب المصري، ولكن تمركزوا فوق أرضية الميدان اعتمادوا على 4-4-2 اللي تحول إلى 4-2-4 خاصة في الهجوم بوجود سايمون على الجهة اليسرى وشاكويزي على الجهة اليمنى ومهاجمين ضبلي يعرفوا من أين تأكل الكتف. ضبلي هذا الأربع مهاجمين قادر أي دفاع يسجلوا له وقادر أي دفاع سواء أن كونتر آم من الناحية الفردية أو من الناحية الجماعية، بوجود كذلك وسط ميدان دفاعي ممتاز جدا اللي هو لاعب ليستر سيتي نديدي اللي قدم مردود كبير جدا أولا في استرجاع الكرات، ثانيا في مساندة الهجوم، وثالثا عندما تكون في الكرة على الجهة اليسرى أو اليمنى التمركز تاعو دائما يكون في وسط مدافعي في وسط الدفاع. لذلك نظن بلي لاعب كما هذا هو تقريبا الرجل الخفي الذي يغطي تقريبا الغلطات تاع وسط الميدان تاع الهجوم وتاع الدفاع. منتخب سجلوا المهاجمين مثل ما كان يتحدث عمار عمور، المهاجمين 4 أهداف منتخب النيجيري في هذه الدورة سجلوهم رباعي الهجوم. إينا تشوف المباراة الأولى اليوم تشيكوينزي طايو أوني وبالإضافة إلى موزاس سيمون يعني الرباعي الهجومي اللي دوز إكسونتري بليس دوز زاتاكو هما اللي سجلوا 4 أهداف المنتخب النيجيري منذ انطلاق هذه الدورة. إذن نسور نيجيريا تحلق إلى ثمن نهائي بثلاثية كاملة في مرمى السودان مقابل هدف واحد، والسودان أمين السودان اليوم يخسر معركة التكافؤ البدني والفني. أحمد ما كان حتى معركة وش كنا نهضروا على 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 المقارنه بين السودان وبين المنتخب النيجيري من الاساس لا تجوز، اولا من ناحيه التاريخ، من ناحيه اللاعبين الحاليين، التشكيله الحاليه للمنتخب النيجيري كلها لاعبين محترفين في اوروبا في اقوى الانديه في ليستر سيتي، شاكويزي في فياريال، شاكويزي عاث فسادا على الجهه اليسرى للمنتخب السوداني. لذلك المنتخب السوداني منذ انطلاق المباراة يعلم أن نيجيريا تفوقه من حيث الإمكانيات، كان على الأقل يحاول أن يخرج بنتيجة التعادل، لكن للأسف الفعالية والنجاعة الهجومية كانت حاضرة بالنسبة للمنتخب النيجيري الذي أدى مقابلة أحسن من مقابلته الأولى رغم أنه فاز أمام المنتخب المصري، إلا أنه أداء اليوم كان أحسن خصوصا من حيث خصوصا في الشوط الثاني من حيث الميكانيزمات، كان يطبق كرة قدم جميلة في الشوط. أمام مصر رغم أنه كان متفوق وكان أحسن من مصر إلا أنه في بعض الأحيان وفي كثير من أطوار اللقاء كان يعتمد على الهجومات المعاكسة بالاعتماد على سرعة شاكويزي. اليوم كان يحاول بناء اللاعب من الخلف بطريقة جميلة، في آخر المطاف الأحسن هو الذي فاز في هذه المباراة. سؤال جماعي وأريد الإجابة بنعم أو لا، استعدوا، هل نيجيريا ظهر بشكل مرعب لحد الآن أو هل نيجيريا منتخب مرعب ومخيف لحد الآن؟ أمين. لا منتخب محترم، منتخب قوي ولكن مش لدرجة مرعب يعني. ليس مرعبة. لا يوجد أي منتخب إلى غاية حد الآن مستوى الدورة. لا يوجد أي منتخب مرعب. كل المنتخبات أظهرت أنها منتخبات من الممكن جدا الإطاحة بها، رغم أن الأمر يتعلق بمباراة أو مباراتين فقط إلى حد الآن، ولكن أعطيك مثالا سامحني حمدي، أعطيك مثالا المنتخب السنغالي الذي أشدنا به كثيرا وهللنا بتركيبته البشرية، لاعبون يلعبون في أعتى الأندية في أوروبا، في آخر المطاف يتحادل بصعوبة كبيرة سلبا أمام منتخب غينيا في غياب العديد من اللاعبين بسبب فيروس كورونا وبسبب لعب المباراة. تصور في إفريقيا فقط منتخب بنجوم مثل منتخب السنغال يلعب مباراتين متتاليتين على الساعة الثانية زوالا
تحت 35 درجه غيابات بسبب فيروس كورونا. خلينا نشوف المنتخب السنغالي لما يزيد يمشي اكثر في المنافسه ويلعب على الخامسه وعلى الثامنه ويعودوا اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، يعودوا الحارس 10 لاعبين مصابين 10 لاعبين تقريبا ثلث اليوم من كاس افريقيا هذه تخلص 28 لاعب. يعني عندك ثلث الفريق تقريبا اكثر من الثلث حوالي 33% من التشكيله غايبه بسبب فيروس كورونا. لكن ميدو 10 لاعبين ماهمش 10 لاعبين كامل اساسيين عندك حد منتخب عندك سينيغال عندك مادي كوليبالي وجاي اللي ما لعبش في المقابله الثانيه إيه. لكن المنتخب السنغالي يعني عانى من الحراره ايضا في المباراه يعني الساعه الثانيه مباراه الثانيه ساعه ثانيه خلينا نشوفوه كي يمشي شويه نقدروا نحكموا عليه كما يقول رشيد عباد ونحن نذكروا شاطرك في الراي شاطر رشيد عباد في الراي لانه ذكر نقطه مهمه جدا. لو انت تلعب منتخب جزائري او منتخب مصري لو تلعب في السنغال مقابله ذهاب الى فاصله مثلا ذهب الى كاس العالم راح يلعبك على 8 تاع العشيه لا يلعبوا في الليل يلعبك على 2 تاع العشيه لانه يعني ممتاز على 2 وانت ماشي ممتاز على 2 نعم لكن السنغال في الغالب يلعبوا في لكن شوف انا كنت نستنى باش اي واحد اخر يقول باللي لعبونا دو فوا على 2 الا سايدو ماني الا ماني لانه ماني لاعب محترف يلعب في مستوى كبير لا يتحجج في الظروف المناخيه ولا الظروف الساعه هذه وساعه رغم انه علاش تلعبوا مرتين على الساعه الثانيه انا معاك رغم انها علاش منتخب كوت ديفوار كل مبارياته على الساعه الخامسه معليش هذه ممكن قرعه هذه ممكن قرعه ممكن لا لا لا, لا, لا. شو أعتقد لا 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 ليست سؤال اعتقد بان الامور مقصوده انا في اعتقادي الامور مقصوده كاين منتخبات تلعب يعني لا تلعب في الظاهرة ولا تلعب أوقات الشمس الحارقة تلعب على الثامنة تلعب على الخامسة وفيه منتخبات اللي ما عندهاش دعم كبير داخل الكاف تلعب على الثانية وتلعب في أوقات حرجة لازم تحجج بالرطوبة واللعب علاش تلعبوا مرتين عمار علاش مرتين تلعبوا على الساعة الثانية وعلاش منتخب مثل كوت ديفوار ما يلعب ولا مباراة أنا أقول لك أفضل منتخب أو أفضل برمجة لمنتخب في مجموعتنا هي برمجة المنتخب الإيفواري لعب المباراة الأولى الساعة الخامسة لعب المباراة الثانية اللي راح يلعبها غدا الساعة الخامسة ويلعبها قبلك يعني يلعب في أرضية ميدان أحسن تكون أحسن وانت تلعب معلش داروك على الساعة الثامنة كنت تلعب المباراة الثانية على الساعة الثامنة والمباراة الثالثة راح يلعبها على الساعة الخامسة علاش منتخب كوت ديفوار يلعب ثلاث مباريات على الخامسة ما لا ادري ما السؤال هذا ما رجل المنظمة فقط من تستطع الإجابة على هذا السؤال علاش السنغال يلعب مرتين في الظاهرة شيء مقصود أنا في اعتقادي مقصود هذه الأمور لا تغيب بما أنه أبسط إنسان متابع لكرة القدم تساءل هذا التساؤل ففي أعلى هيئة إفريقية من المؤكد أنهم يعلمون أن هذا الأمر لا يجوز رياضيا لماذا تجبر منتخبا على اللعب مرتين على الساعة الثانية ومنتخبات أخرى تلعب على الساعة الخامسة وتلعب في فترة الليل حطوها على الساعة الثانية ما حطوش المباراة الأولى الساعة الخامسة، المباراة الثانية الساعة الخامسة، المباراة الثالثة الثامنة أو الخامسة، المهم لن يلعب في الظاهرة. في بداية قبل لاكوب دافري قلت كاميرون داروا لها قرعة لحسابها باش توصل لنصف نهائي، طريق معبد إلى نصف نهائي هكذا. تسمى القرعة كانت كذلك فيها 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 شيء، فيها مقصودة القرعة. صحيح أمر طبيعي جدا. المنتخب المصري حمدي المنتخب المصري ظنيت انا القرعه تكون مقصوده ما حطوش في الساعه الثانيه المنتخب المصري امر مقصود طبعا مصر عندهم في الكاف عندهم رجال داخل الكاف ومتغلغلين بشكل جيد شاهدنا المنتخب المصري لا يلعب على الساعه الثانيه انا شوف انا اخر الامور انا كلاعب انا اخر الامور اللي نتكلم عليها هي هذه الحاله لا لا تركيزنا في الجزئيه التركيز بص التركيز بص التركيز على المستوى الفني على على اداء اللاعبين والساعة تلعب على الثانية ولا على الخامسة يعني أمر في اعتقادك غير مهم هذا أنت عمار لا لا مهم ولكن كاين أمور تسبقه كيفاش عمار كيفاش بطل افريقيا اللي ينتظروه الجميع معليش لعب السودان لعب السودان على 8-3 خطرات راح تتأهل توصل في منطقة في منطقة أوروبا شارين كأس أمم افريقيا وفي منطقة افريقيا شارين واعتقد بأنه الآسيويين والعرب كلهم يتابعوا كأس افريقيا أنت تتحدث عن بطل افريقيا اللي عنده شعبية كبيرة سواء في آسيا أو في أوروبا نعلم بوجود جالية جزائرية كبيرة في أوروبا علاش تلعبوا على الساعة الثانية؟ في وقت العمل لو توقف في الحرارة لو توقف في وقت الظهر عند هذا الحد عمار لو توقف الأمر عند هذا الحد لربما قلنا أنها صدفة غير مقصودة ولكن تجبرني على اللاعب في ملعب جابوما الذي هو من دون كل الملاعب الأخرى سيء 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 جدا ثانيا تجبرني على اللاعب
كل مباريات الدور الأول ثلاث مباريات تجبرني على اللعب في هذا الملعب، ثم إن تأهلت أنا على رأس المجموعة، يعني إن حدث وتأهلنا على رأس المجموعة سأبقى في ذلك الملعب، ثم إن تأهلت في المركز الثاني سأذهب إلى مدينة ليمبيا التي تعاني من الانفلات الأمني. أنا أعتقد أن على الأقل بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري الأمر مقصود. ثانيا السنغال التي نشطت النهائي، يعني هي ثاني أبرز مرشح بعد المنتخب الوطني، مرشح بعد المنتخب الوطني الجزائري، تتعرض أيضا لنفس التضييق إن صح القول، يلعب مباراتين على التوالي على الساعة الثانية، هذا أمر مقصود بكل تأكيد، لا مجال للصدفة في مثل هذه الأمور. التنظيم اسمه تنظيم، وإلا شوف مباريات شمال إفريقيا، دول شمال إفريقيا باستثناء مصر، مصر اللي قلت لك عندها تغلغل وكواليس في الكاف وحضور قوي، تونس لعبت على الساعة الثانية، والجزائر لعبت على الساعة الثانية، والمغرب في المباراة الأولى أمام غانا لعبت الساعة الخامسة، لعب على الساعة الخامسة. الوحيد الذي فاز في المباراة الأولى من العرب لأنه لعب على الساعة الخامسة، ظروف منافية تختلف، لعب ضد منافس، لعب كان أفضل، ما إيش فقط بالطقس يستحق الفوز الساعة الخامسة، ما قدر يلعب على 8 مع غانا ويخسر. ميدو يستحق الفوز، ما إيش قلت لهم المغربي ثلاث خطرات راح يفوزوا في ثلاث خطرات يفوزوا ويوصلوا، لكن أفضلية في أفضلية، تلعب دور عمار. أنا متحفظ، عمار متحفظ. إذن عمار عمر متحفظ ونحن نحترم رأيه. قبل أن نتحدث بسرعة عن مباريات الغد يجب أن نعود إلى أحداث الأمس، مباراة غانا والجابون، ماذا حدث أميدو؟ نعم، معركة طاحنة بعد نهاية المباراة بدأها أندري آيو من خلال اشتباكه مع باتريس نوفو مدرب منتخب من الاحترام الحاكم بن براهم الحاكم الجزائري، هاي لك الحادثة، كان قد طرد لاعب من صفوف المنتخب الغاني بعد نهاية المباراة. حادثة أخرى تضاف إلى كان الكاميرون أمين سبتي ما فهم ولا شيء، وكأنه في مباراة بين الأحياء تقريبا، لما تشوف لاعب مثل أندري آيو بتاريخه الكروي لعب كرة القدم كثير، مدرب مثل باتريس نوفو وكانت بطاقة حمراء، نعم طرد لاعب من غانا في نهاية المباراة، وبعد ذلك الاشتباك هذا كان في المنطقة، لكن في أرضية الميدان لماذا احتج الغانيون؟ لأن الكرة كانت لدى، حدثوا عن لقطتنا عليهم أن يتحدثوا عن تضييعهم للوقت أثناء المباريات وعن سقوطهم الغير المبرر في كل مرة كانوا يحاولون تكسير اللعب، لذلك عليهم أن يصححوا أفعالهم قبل أن يتحدثوا عن سوء نيتنا في نهاية المباراة. نعم، أنا وش عجبني الحكم الجزائري نضبلي كان أدى مقابلة ممتازة جدا، وكان حتى لنهاية المقابلة كان أوتوريتير، كان مسؤول وكان لدرجة كبيرة تحكم في المقابلة، وحب هذاك الرقم 25 مدافع المنتخب الغاني كان هضر مع المساعد المدرب وقال له بلي لازم تجيبوا لهنا باش نعطيه البطاقة الحمراء، وبعد ذلك اللاعب ما جاش وهكذاك أشهر له بطاقة حمراء، لأن في القوانين لما اللاعب يرفض الرجوع إلى أرضية الميدان تقدر تخرج بطاقة حمراء بالحديث مع المساعد. نعم. أو المدرب. نعم. هذا وش عجبني في المقابلة، هناك بعض الجماهير. نعم. الجابونية وجدت نفسها محجوزة على الحدود، كانت تريد أن تتنقل لمناصرة المنتخب الجابوني ولكن ذلك لم يحدث. أندري آيو وصف المنتخب الجابوني بالمنتخب الصغير، وهذا تصريح استفزازي. نمر إلى صورة أخرى وهي فرحة الجماهير الملاوية بعد الفوز على زيمبابوي، هذا يعتبر ثاني فوز في تاريخ الملاوي في نهايات كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على المنتخب الجزائري 3-0. أمس فاجأ زيمبابوي وفاز عليه 2-1، ويعني دعم حظوظه من أجل التأهل إلى الدور الثاني، ولو أن مواجهته الأخيرة ستكون أمام السنغال. طبيعة الحال نضبلي ثلاث نقاط مهمة جدا، حتى ممكن يقدر يستنى مرتبة ثالثة، ولكن فوزه كان فوز مهم جدا لأنه على كل حال أزح زيمبابوي، لأنها بخسارتها الثانية نضبلي تحتل تقريبا المرتبة الرابعة. الملاوي لو تدير أنيكس بلو التعادل مع السنغال نضبلي راح تتأهل كثاني المجموعة أو ثالث المجموعة، وهذه راح يخليها حظوظها تزداد. نعم. في التأهل الدور الثاني. اليوم بعض الجماهير المصرية تنقلت إلى
الكاميرون من أجل تشجيع المنتخب المصري، وكانت هذه الصور في مطار القاهرة الدولي. الصورة التي لفتت انتباهي هي صورة أحد المناصرين الذي طالب بحسام حسن على رأس الجهاز الفني المنتخب المصري عوض كيروش. الوقت غير مناسب، غير مناسب على الإطلاق، زي ما قلت الكلام ده الحصة اللي فاتت، أنه الحديث عن إقالة كيروش أو أي تغييرات في الجهاز الفني دلوقتي من العبث. يعني مطالبة واحد من الجمهور يعني يحترم في رأيه أي مكان، ولكن هتلاقي مطالبات كثيرة. إلى الدور الثاني، ولو أن مواجهته الأخيرة ستكون أمام السنغال. طبيعة الحال أنه بدي 3 نقاط مهمة جدا، حتى ممكن يقدر يستنى مرتبة ثالثة، ولكن فوزه كان فوز مهم جدا، لأنه على كل حال أزح زيمبابوي، لأنها بخسارتها الثانية ضبلي خرجت من السباق ومرشح تحتل تقريبا المرتبة الرابعة. الملاوي لو تدير أنيكسبلوا تعادل مع السنغال ضبلي راح تتأهل كثاني المجموعة أو ثالث المجموعة، وهذه راح يخليها حظوظها تزداد في تأهل الدور الثاني. اليوم بعض الجماهير المصرية تنقلت إلى الكاميرون من أجل تشجيع المنتخب المصري، وكانت هذه الصور في مطار القاهرة الدولي. الصورة التي لفتت انتباهي هي صورة أحد المناصرين الذي طالب بحسام حسن على رأس الجهاز الفني المنتخب المصري عوض كيروش. الوقت غير مناسب، غير مناسب على الإطلاق، زي ما قلت الكلام ده الحصة اللي فاتت، أنه الحديث عن إقالة كيروش أو أي تغييرات في الجهاز الفني دلوقتي من العبث. يعني مطالبة واحد من الجمهور يعني يحترم في رأيه أي مكان، ولكن هتلاقي مطالبات كثيرة.